مانجرز اكاونت اوف هاو تو توك داون هاكين تيم. كيفاش الدراري هنا كاين ريلي تكنيكال ستاف، كيوريك كيشرح البنت حتى كيفاش يكون انونيم في انترنت باش يخدم، شنو الحوايج اللي كينصح بهم، ريلي ديب شيت واعر. ها هو هنايا دابا ندير هاد اللعيبه دي زعما تيبول على هاد هاكين تيم وكذا. قال لك الداي جايد هانت، قال لك هنا الانتروداكشن، قال لك يو ويل نوتيس ذا تشانج ان لانجويج سينس ذا لاست اديشن كذا ذا انجلش سبيكين. دابا شي واحد يترجم فهمتي، حيت كون قال لك كنكتب بالسبليونيه ولا شي حاجه. قال لك the English speaking world already has ton of books، قال لك talks guide and info about hacking، in that world there is plenty of hackers better than me. هادي آه هادي الحاجه الواعره، واخا تيكون واحد مفرقع تيقول كاين بزاف اللي واعرين عليا which is true but they misuse their talent working for defense. آه قال لك ولكن تضيعوا داك التالنت ديالهم الموهبه ديالهم انهم كيخدموا في الديفنس، كيخدموا as white hats فهمتي. قال لك as a contractor for intelligence agencies، قال لك as to protect banks and corporations باش يحميوا البنكات واللعبات الاخرين، and to defend the statue Q. ما عرفتش شنو هو Q هادي ولكن المهم. قال سيدي هاكر كالتشر واز بورن ان ذا يو اس از ا كونتر كالتشر. هادي اللي كنقول لكم ديما، ام نوت ما كنشجعش على البلاك هات ولا كذا، ولكن بحال اللي قلت لكم داك النهار لكن داير الدري بحال الراب. الراب ما يمكنش ما تكونش فيه تخسر الهضره، حيت جاي من الزنقه وجاي باش يديفوندي الحقوق وبزاف د الحوايج. ايتس ذا سيم فور الهاكين، الهاكين جا تولد في اليو اس باش يكون واحد الكونتر كالتشر، باش يكون مضاد لواحد الكالتشر كانت. اوكي الكبات ذات اوريجين اونلي ريمين ان دي استيتيكس، اوكي شي يبقى غير في الشكل. اوكي ذا ريست هار بين ازيميليتد اند ليست دي كان وير ا تي شيرت، او ولا كيلبسوا غير تي شيرت وشي لعيبه. دي دري هير بلو، كي كيصبغوا شعرهم بالزراق، يوز دير هاكر نيمز اند فيل لايك ريبلز وير دي ورك فور ذا مان. اوكي كيديروا راسهم بحال اللي هما شي وحدين اللي واعرين وكان ريفولوسيونيست زعما، وكيديروا تصاورا وداكشي ولكن ماعرفش يخدموا كيخدموا عند شي واحد. الكاسيدي يو يوز ات تو سنيك انتو اوفيسز تو ليك دوكيمنتس، يوز ات تو نيد ا جان. قال لك باش تسرق، قال لك شحال هادي كان خصك تمشي تدخل البيرويات باش تسرق الدوكيمنت، وكان كيخصك شي فردي باش تسرق البنكات. قال لك يو ناو يو كان دو بوث فروم بيد ويذ ا لابتوب ان هاند، قال لك دابا تقدر تكون نعساف في الناموسيه ديالك وهز باسي ودير هادشي. قال لك لايد اس ان تي سايد افتر ذا جاما جروب هاك، Let's take a step forward with the new forms of struggle. Hacking is a powerful tool. Let's learn and fight. ها الكاشيري من بعد موقع البلان ديال الجاما جروب هاك اللي لا قلب شويه تلقى واحد الهاك كبير، قال لك بداو تيقولوا الساط ان الهاكين هو شي حاجه اللي في شكل اللي واحد التولز اللي فريمون بحال شي ويبن، واشنو خصنا نديرو، خصنا نتعلمو ونفايتيو حتى حنايا. اوكي دونك هنا اللي يحشي لعيبات الباست بينز، ما عرفتش شنو هادشي اللي تسي عنده زوين، هادشي اللي بغى يقرا وكذا راه الساط تعلمو بزاف، كاين التكنيكس كاين كذا كيشرح لكم بالديتاي كي دار. اه ما بقاش هادشي اللايف تفو تحيد، ما تقدر تلقاه فشي بلان اخرين سينسيف باست بين، نشوف واش باقي هادشي انشي لوح لك شي ريسورسز ولا لك الجزيره كذا هادشي. المهم هادشي غير ديال الكاما جروب. اوكي سو دابا غادي على الهاكين تيم، دابا غادي ندخلوا في البلان ديال الهاكين تيم. اوكي سير الميوتيوال مايك الله يحفظكم. دابا غادي نمشيو دابا للهاكين تيم. اوكي دابا قال لك اسيدي، قال لك نفهموا شنو هي الهاكين تيم، كيفاش دار ليها وكيفاش دوك اللعيبات. اوكي قال لك هاكين تيم واز ا كومباني ذات هيلبت جوفرنمنت هاك اند سباي اون جورناليست هاكتيفيست اكتيفيست بوليتيكال اوبوزيشن اند اذر تريت تو دير باور. دابا هاد هاكين تيم كانت واحد الشركه اللي دايره بحال ان اس او، وكاينين بزاف كاين اللي ما معروفينش ليش يديروا، هما واحد الكامبانيز اللي فيهم هاكرز بحالنا بحالكم، الناس اللي تي ديفلوبي مالوير اللي تيلقاو زيرو دي اللي تيلقاو سي في ايز، ولكن تيخدموهم باش يصايبوا سوفتويرز اللي انديتكتد واللعيبات وتبيعوهم لين الجوفرنمنت للدول. بحالك مثلا واحد الدوله اكس غادي تشري من عند هاد الهاكر من عند هاد الهاكين تيم واحد السوفتوير اللي باش تبقى تهاكي بها هي دوك تهاكي بها دوك الجورناليست الصحفيين دوك الاكتيفيست الحقوقيين والناس البوليتيك ديال السياسه وكذا فهمتي، تيكون داكشي عندها تكتد وكدار. وفي المغرب راه داروا لعيبات بحال هكا مؤخرا بحال داك الراضي وكذا، قال لك انستالاو له داك بيغاسوس وكذا. ما عليناش، قال لك اسيدي هنا عطانا واحد الارقام اي جيس، هنا هما هذو الارقام باش تمشيو تشوفوهم هكا داك اللعيبه ديال شنو في الحالات اللي وقعوا في مثلا الا مشيتي تقرا شي ارتيكل تلقى ان هاكين تيم باعت واحد اللعيبه اللي تخدمت ضد شي وحدين. اوكي قال لك اسيدي اوكاجينلي on actual criminals and terror. اه وكانت كيخدموا حتى ضد الارهابيين والمجرمين الحقيقيين. الكاسيدي فانسن سي ذا سي او لايك تو اند هيز ايميل وذ ذا فيسي سلوغان بويا تشيمولا. ما عرفتش شنو كتعني هاد بويا تشيمولا، ات بي مور كوريكت تو سي بويا تشي فين. احنا نقلبوا علاش كتعني. اوكي حيت شكون هو هاد، شكون هو هاد فين زي كنظن هو السي او ديال ديك الهاكين تيم، واللي كان خونا ديما كيسالي الايميل ديالو بهاد الكلمه هادي، بهاد الكلمه هادي اللي ستي شنا هي
فين هي فين هي فين هي بويا تشي مول، اجي نقلب على اش كتعني نشوفو فيشر شنو قال. قال لك ديس ايطاليان ولا ما عرفتش شي بويا تشي مول، ولا شي نشوف شنو هي بويا تشي مول اش كان، نشوفو شنو هي بويا تشي مول. بويا تشي مول كتعني اكزيكيوشنر هو جيف اب. في شكل دابا الاكزيكيوشنر هو داك اللي تيقطع الريوس، هو داك اللي فاش كيكون شي واحد محكوم بالاعدام ولا كيقتل ولا هو الاكزيكيوشنر. ولكن قال لك هنا الاكزيكيوشنر هو جيف ابس، هو اللي الاكزيكيوشنر اللي كيستسلم. ولكن شنو قال له هذا، شنو قال فيشر، قال لك هو كيفضل تكون هاد اللعيبه ديال بويا تشيفندي. ما عرفتش شنو كتعني بويا تشيفندي بلاتي ايطاليان. هنا قال لك هو الاكزيكيوشنست اللي كيبيع تشيفين ده، هي جايه من فونت. اوكي هو اللي كيبيع، ما فهمتش بالضبط شنو بغاو يقصدوا بيها، ما احنا نتعمقوا ونشوف. لك دي ارسو كريمت تو هاف تكنولوجيز تو سولف ذا بروبلم بوزيد باي تور اند ذا دارك نت. اوكي بات سينس از ام ستيل فري اي هاف ماي دابت اباوت اتس افيس. قال لك هاكين تيم، قال لك كان عندهم، قال لك كيقولوا حقا عندهم التكنولوجيا حتى باش يقدروا يتراكيو بنادم اللي تيدوز من طور ولعيبه ديال الدارك نت. قال لك ولكن فيشر خونا قال لك انا مازال حر، مازال حتى واحد ما قبطني، وانا كنشك في هادشي واش عندهم فري خدام مزيان ولا ما خدامش. اوكي هنا غيعجبكم واحد من الدري، هنا كاين ايديكاشنال ستاف. اوكي انا قال لك كاين صح، عادي يدوي على بزاف ديال باش يدوزو زوينين في البلاكات، ماشي غير البلاكات، مي حتى الناس اللي دابا هنا وايت شات خدامين ولا بلو تيمرز يعرفوا بزاف ديال البلانات. شنو هو قال لك ستي سيف اوت ذير، دابا غادي يدونا شويه الحمايه وكذا. قال لك انفورشنتلي اور وورد از باكورد، you get rich by doing bad things and go to jail for doing good. قال لك العالم ديالنا غادي بالعكس، كتولي لاباس عليك فاش كدير الحوايج الخايبين وكتدخل الحبس الا درتي الحوايج الزوينين. قال لك unfortunately thanks to the hard work of people like the Tor project you can avoid going to jail by taking a few simple precautions. قال لك شكرا بزاف للفرقه ولا التيم اللي صيبت الطور، اللي ما كيعرفوش الطور هو الطور براوزر باش تقدروا تمشيو للعيبات ديال الدارك ويب وكذا. قال لك شكرا ليهم، قال لك انك بداك الشيء ديالهم. اوكي قال لك بداك الشيء ديالهم، قال لك دابا قال لك يو تقدر دير شويه ديال البريكوشنز، شويه ديال اللعيبه ديال الحمايات ولا شنو هما نسميوهم، وما غتمشيش للحبس. اوكي دابا غيبدا لك من الاول، قال لك انكريبت يور هارد ديسك، خصك انكريبت الهارد ديسك ديالك هادي الاولى. قال لك اي جيس وين ذا بوليس ارايف تو سايز يور كومبيوتر ات مينز يور اوريدي ميد ا لوت اوف ميستيكس بات اتس بيتر تو بي سيف. قال لك عشيري الا وصلوا البوليس عندك بعد اصلا باش ياخذوا لك الباسه ديالك وكذا، يعني راك درتي بزاف د المشاكل، درتي بزاف د الاغلاط. ولكن من الاحسن واخا هكاك، يعني واخا الا بلا ما دير الهارد، يعني الا مشاو توصلوا لك صافي راه حصلت شي ودرتي المشاكل. قال لك ولكن المهم باش يو كان بي سيف كريبتي هذاك الديسك ديالك. الحاجه الثانيه اللي خصك دير، قال لك يوز ا فيرتشوال ماشين ويز ال ترافيك راوتد ثرو تور. قال لك دير واحد فيرتشوال ماشين ياك في ام وير ولا كذا، ولكن الراوت راوتيها كامله كاع دوك الشيء اللي كيدوز يدوز من طور، ما يدوزش من الانترنت العادي، كل شيء يدوز من طور. اوكي قال لك سيدي this accomplish two things first all your traffic is anonymized through tor، داك الترافيك كامل ديك اللي غيدوز من ديك الفيرتشوال ماشين كله غادي يدوز من طور. second keeping your personal life and your hacking on separate computer helps you not to mix them by accident. هادي واحد حاجه مهمه، داك الباس اللي خدام بيه بعدا ما خصكش تكون فيه ديال حتى شي حاجه عندها بالحياه الواقعيه ديالك، ولو اما تكونكتي في شي فيسبوك وما ما ديرش اسمي والو، خص يكون عندك داك الشيء الحياه الحقيقيه ديالك يكون في شي باسه واحد اخر باش ماشي شي نهار تغلط وتميكسيهم باي اكسيدنت. هاك هنا قال لك يو كان يوز بروجيكتس لايك فيونيكس ستيلز هذا كيوب ستورم في ام اور سامثين كاستم هيرز ان ديتيل كومباريزن. دابا هنا شنو غادي يقول لك، هنا عطاك بزاف بروجيكت تقدر تخدم بيهم اللي كيديروا لك هذا البلان هذا اللي كيراوتو لك الترافيك كله باش كاين بحال هذا وونيكس هذا. اي ثينك ذيس از ان اوبريشن سيستم اللي بقيت عاقل، كاين فيه واحد الفار عنده واحد لوجو الفار وشي بحال هكا الى بقيت عاقل، هو هذا هو هذا، لا ماشي الفار، هو عنده هاد اللعيبه دموكه هادي، هذا واحد السيستم ديالته هو لينكس بيزد وتقدروا تخدموا به اللعيبه. اوكي عندنا سيدي عندنا هاد تيلز هذا، نشوفوا شنو هو تيلز اللي بيت زوينين عنده هنا. نسول شو واحد كيفاش ما يتنصراكاش كيفاش ما كداش، هو ديس از هو الكور هذا هو البلان، هو التيل داير بحال هكا تيلز ناضي هاد الفيديو فوالا، كاين هاد التيلز هادو شي تخدم مات فلاشي في يو اس بي تدوز بيه. نشوفوا هاد كيوب ستار في ام هذا باينه شي يدوز من طار اللي باش مسميتو.
نشوفوها كي داير، نشوفو الثورات واش هادي شي حاجة كي داير وكدا. علاش ما عطانيش هاد الصويرة؟ واه كونفيرم، عمرني شي كابتشا بحال هادي. عجيب. اوكي، شوف دابا منين. اوكي معليناش معليناش، خلينا دابا. المهم نتوما تقلبوا تشوفوا من بعد. اوكي دابا هنا يدير واحد الكومباريزون، اي ثينك على هادشي هذا. قال لك اسيدي دونت كونيكت دايركتلي تو تور، قال لك ما عمرك تكونيكت دايركت للتور، ما عمرك. اوكي قال لك تور ازنت ا بينيسيا اد بين اي سي، ما عرفتش شنو معناها بيها، مي بيزيكلي يعني بيها انها ماشي شي حاجه اللي زوينه وظريفه، فهمتي؟ قال لك دي كان correlate the time you're connected to Tor with the time you hacker handle inactive. Also they have been successful attacks against Tor. قال لك يقدروا يعرفوا الوقت فين دخلتي انت لتور وفوقاش درتي دوك الاتاكس ديالك. وقال لك داير زرا داروا شي اتاكس ضد Tor، يعني كاين كيفاش يقدروا يديروك في Tor. قال لك سيدي you can connect to Tor using other people's Wi-Fi. قال لك تقدر تدخل Tor ولكن Wi-Fi اخرى عندك، كيفاش كتلقى شي واحد ملي كيبغي هاكي ما تيهاكيش من طورك ديال دارهم، تيهز حوايجو، تيهز بيكالشو موطورو طوموبيلتو، تيمشي لواحد السيبر اللي كاين في قاع الدنيا ولا في المدينه ولا في شي حاجه اخرى، وتما تيهاكي. اوكي انا قال لك ويفي سلاكس از ا لينكس ديستريبيوشن ويز ا لوت اوف تو، هذا باغي يوريك حتى كيدير هاكي الواي فايز. قال لك از ا لينكس ديستريبيوشن ويز ا لوت اوف تولز فور كراكين واي فايز. هو عرفتي راه هادشي زوين، تقرا غير هادشي راه تولي اصلا بلاكات هرب، مي ما تنشجعش على اللاكات على شرط. اوكي قال لك انذر اوبشن از تو كونيكت تو ا في بي ان اور بريدج نود. قال لك خصك تكونيكت بشي في بي ان عاد دوز للطور باش دوك النوتس كتخربقهم. اوكي قال لك اسيدي بيفور تور، بيفور ما تمشي للتور. لا انا شو الدراري ما كنشجعوا على هادشي، اي واحد يلقى في الانترنت. ما انا تنعاود لكم القصه ديال السط اللي هو انا احسن واحد كيجيني في العالم ديال الهاك، وكنوريكم شنو كيدير وكيفاش. هادشي راه بابليك فهمتي، ما كنديروا والو. اوكي وهادشي دابا حد اللي درنا كامل غير ديال الحمايه، هادشي باش يحمي بنادم راسه فهمتي، عادي ما عنده حتى شي علاقه بكذا فهمتي، و بابليك. ولكن اللي ديال البلاكات راه غيتشد باش نقولها لكم. قال لك سيدي دابا بيفو قال لك باتلي سيكيور بيكوز دي كان ستيل كوريليت ذا هاكرز اكتيفيتي وذ يور هاوس اند ترنت اكتيفيتي. ذيس واز يوزد ان ايفيدنس اجين جريمي هامند. جريمي هامند، شكون اللي كيعرف شكون هو جريمي هامند؟ الا بقى عقلي كينفعني، جري هامند هو اول واحد، اول هاكر تشد فاش كانت اول فيرجن ديال ديك الكونفرنس. شنو سميتها؟ ماشي بلاك هات، شكون اللي فكرني فيها؟ ماشي بلاك هات الاخرى، شنو سميتها هاد الدراري؟ ديفكون. هذه قصة زوينة نعاودو الا بغيتو تشوفوها. انا هو هذا، هو هذا الدراري، هو هذا الدراري، هاد خونا هو اول واحد كان في، هو هذا صاحبي. دابا نوريه لكم كي كان داير، كان صغير كان ولكن هذا في ديفكون اول وحدة، ديفكون 2001 الا بقيت عاقل. كان جاي وكيقول في حيت ديفكون في ديك الوقيته راه كان ديال البلاك هات. اما كيجي كي بنادم كيوريك الهاك الحقيقه، وكيجيو كيبقاو يسبوا في البوليس في الجوفرنمنت، كيهاكيو بصح اللعيبات. وخونا كان من الناس اللي هضر على بزاف د الحوايج، كان واحد صاحبته جالسين واللعيبات. مي بلا نصبر انوريكم واحد البلان بلاتي نشوفوه هنايا، نوريكم كيفاش كان داير، نشوفوه واش هو بعد اللي انا باقي عندي في عقلي. نوريكم كان بيضو كحال داكشي كان باين، بلاتي نشوفو. هاو 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 هي ديفكون 2004، ماشي تا الديفكون 12، ماشي تا الاولى. هاو هاو المهم فيها 27، مي ما غاديش ندوزوها كامله. كان مع شو الهاكرز كي كانوا دايرين. ذيس از دابا ما كاينش داكشي كتلقى هاكر بالكوستيم كدا وايت هات، ذيس از وات هاكرز الدراري، وات هاكين زعما. ها هنا خونا غيفرقع الرمان هنا بزاف د اللعيبات، ومور هادشي غادي يتشد خونا. المهم ما عرفتش واش غيدير شي سلايد ولا شي حاجه يشرح فيها، ولكن شوف كي كان هادشي مصور يا دينك. اجي نشوفو شويه واش كاين الكومنتس. هاموند از ا فاكين ليجند، لوكس ات هيم ذات فاير ان هيز فويس. خونا كان شديد الدراري. لا شمن، لا 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 ولكن هو عنده هاموند بحال جون. اوكي ولكن هذا جريمي. اوكي مي انتوما فهمتوا واحد الفكره عندكم علاش كيهضر خونا. This is الدراري واعر، انا راه كنت كنضيع حياتي باش نبقى نعرف هاد البلانات ونعيشهم وكذا. راه كاين الدراري اللي ما عمرو كان يعرف هاد البلانات، كاينين في انترنت وكاين مشطح عليهم وتلي الستوريز وكذا راه يتصهر. ولكن تانكس للعشرين اللي شاري وهادشي، مي معليناش. قال لك اسيدي انا هادشي اللي كان وقع، هادشي اللي كان وقع ضد جريمي هيمند باش قبطوه. هو هادشي شرح ليكم خونا زوين، تعطيك كلشي بالتفصيل وعلاش وكيفاش. قال لك اسيدي the reality is that while Tor isn't perfect it works quite well. قال لك واخا الطور ماشي بيرفكت، ماشي 100% واعر، ولكن كيخدم مزيان. قال لك when I was young and reckless، فاش كنت
كنت مازال براوش وخارج. I did plenty of stuff without any protection. قال لك درت شحال من حوايج بلا ما ندير البروتاكشن. هنا واحد جوك قال لك ام ريفيرنس تو هاكين. شكون اللي فهم هاد الجوك على شران؟ قال لك I did plenty of stuff without any protection. I'm referring to هاك. قال لك ولكن انا كنهضر على الهاكين. اه هو ذلك القراوة اكاي. اه مزيان من الحشيد الدراري هنا كيعني الدراري على سيكشوال ريليشن شيبس الدراري. زعما قال لكم ما كيدو على الهاكين ما كيدوش على هافين سكس. زعما بروتكشن كان كيدير بروتكشن ويل هافين سكس، ولكن فاش كيدير الهاكين راه ديما كيدير البروتكشن. جود قال لك ابارت فروم تور apart from thought that the police tried their hardest to investigate and they've never had any problem. قال لك البوليس كانوا ديما كيقلبوا عليه وكذا، ولكن هو اللي كيديروا الانفيستيجيشن ديالو كان عمره كان عنده شي مشكل. اوكي هو لا يحلكم كل شيء طور بروجيكت اللعيبات كذا السيتات كل شيء فين هذا الارتيكل يقدر يعلمكم كيفاش توليو هاكرز على شرع. ماشي يعلمكم دايركت، ما يعطيكم شنو تقراو شنو تعلموا. ذيس از اتس لايك ا فاكين رود ماب على شرع. نجو كيفاش دابا غيدير لكم على الانفراستراكشر الدراري. This is amazing. قال لك I don't hack directly from the exist node. قال لك ما كيهاكيش directly من النود اللي هو فيها. They're on blacklist. They're slow and they can't receive connects back. Tor protect my anonymity while I connect to infrastructure I used to hack which consists of. ها نوريكم. دابا هو فاش كيتكونيكت بتور، دابا شكون الدري شكون الدري اللي ما فاهمش البلان ديال تور باش نشرحوه ليه شويه ولا الفي بي انز كيفاش خدامين. شكون اللي بغى نشرحوا له البلان كيفاش داير ولا فطار ولا علاش زعما ماشي يقدروش يتراكيو كله. باش اللي كنتو فاهمين ندوز بلا ما نشرحوها وندوز. قول لي طور ماشي المهم طور بروجيكت كامل. اوكي سير انا شوف انا نشرح لك. لا سي انا فهمت السؤال ديالك. واش هما اللي صايبوا ديك الشيء وعلاش زعما بنا علاش ما هما مكيطي لا انا نشرح لك. دابا باش تعرف هذا الدار خصك تعرف ستوري مور دارك ويب وعاد ندوي على الطور بوحيت. ما كاينش غير الطور باش 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 تدخل به، كاين بزاف د البلانس، كاين هاردوير ثينكس. ولكن الا دوينا على طور ودوينا على الاونين بروجيكت ولا دوينا على دارك نت ولا الدارك ويب شنو هو هادشي كامل. نقدر نعطيك شي حاجه تكون غالطه، مي على العموم غادي نعطيك شنو خصك تفهم بالضبط. هادشي صوبته الجوفرمنت الامريكاني. الامريكان كانوا خدامين دوك لامارين ودك الشيء ديالهم دوك الهربانين هما تيخدموا بالسوفت ويرز وكذا. فواحد الوقيته قال لك اسيدي خاصهم يصايبوا شي. دابا النت محلول كلشي، يعني اتاكس يقدر يجيوك من راشا من تشاينا يطيحوا عليك ناس اخرين هاكيو كاين انفراستراكشر ديالك. ولكن هادوك ديال الارمي ديالهم والجوفرنمنت واللعيبات قالوا خاصنا نقادو شي نيتورك يكون في شكل يكون هايدن يكون كومبليكيتد باش يقبطوك الناس فيه باش يتراكيو كل اللعيبات باش حنا داكشي ديالنا اللي كنخدموا به الانفراستراكشر ديالنا وداك البيبرز اللي سريين وداكشي يبقاو يدوزو فيه. اوكي بلاتي انا نقول لك سبيكس، انا نقول لك علاش ولا بابليك هادشي. ولكن هاد الشيء في امريكا يقدر يجر الحقوقيين يقول لكم انتم كدوزوا ماشي حنا بغينا الشفافيه وكيفاش حنا بغينا نعرفوا. وباش يزيدوا يردوا شي مور كومبلكس وبنادم ما يعرفش فيه ردوه بابليك باش يخلطوا حتى الناس العاديين باش الديتا تكون مخلطه يخدموا الناس العاديين والناس الاخرين ودوك اللعيبات باش الديتا تلف. بحال اللي عندك واحد السوق دابا انت قلتي عندنا واحد الارض عندنا واحد الدريبه كندوزو منها باش ما يشدوناش البوليس ولا باب حنا شي وحده ما يعرفوناش منين كندوزو. وديك الدريبه درنا ولكن ديك الدريبه خاويه، يعني الا طاحوا عليها الناس غيعرفوا. ولكن جبنا ردينا حتى الناس واحد اخرين كيدوزو منا، البنايه اللي كيخدموا هنايا اللي خدام هنا كلشي كيدوز منا مالين الطاكسيات، ولكن حتى حنا كندوزو منا. يعني حنا راه كندوزو كنديرو خدمتنا وحتى الاخرين كيدوزو عاديين كيخدموها. فهمتي دابا هادشي باش يزيدو يردوها مور سيكيور. ولكن فاش تعرف هذا البلان هذا والطور بروجيكت وكذا حتى بزاف الناس ولاو كيستعملوه. شكون منهم قبائل من الهاكرز كذا دوك الناس دوك الفري سبيكرز دوك الناس الحقوقيين ولا الناس اللي ضد السيستم ولا كذا ولا الكتاب ولا شحال اللي كيقولوا ضد الملك ضد الدوله ضد الوزير ضد شي حاجه كيبغيو بلا ما يشدوا ما يتعرفوش شكون هما كيدوزوا من تما. الناس اللي كيدافعوا على شي حاجه في شكل كيدوزوا من تما. الناس اللي باغيين يدوزوا شي حاجه الناس كاين اللي كيبغي يدخلوها باش يدخل الانترنت وصافي يدخل جوجل يدخل العيبات كيقدر ديرها غادي تدخل بطوره باش دير جوجل فيسبوك ولا كيبغيها برايفسي.
ومن بعد ولاو حتى الهاكرز كيستعملوها، ولاو الدراكس ديلرز، الناس اللي تيبيعوا الدراكس، الناس اللي تيبيعوا السلاح، بزاف ديال الناس. اوكي دونك بحال هكا. دونك دابا غادي نكملوا. دابا قال لك اسيدي، الدراري قلت لهم شرح ليكم ما كان جيكتور كمل ليا. خمسة اوكي، خمسة. انا اقول لك، انا فاش نشرح كيفاش خدام طور وكيفاش خدام هاد البلانش، هي بيزيكلي انا ندوي في بي ان ونودز ومن بعد ندوي. دابا مثلا، دابا مثلا دري غير ميوتيوال مايك لاحظتكم باش ما تسمعليش الايكو. دابا مثلا في بي ان، ولا ندوي احنا على هاد النيتورك، هذا الشيء راه بسيط اللي غنشرح لك، ماشي كيخصو يتقرا، ولكن نعطيك البساطه. دابا انت عندك واحد الراوتر ديالك، اوكي، ما عرفتش، ما عنديش شي طريقه باش نرسم ولا شي حاجه، ما غير مثال. عندك الراوتر ديالك، انت شوف هاد اللوجو، هذا هو الراوتر ديالك، اوكي، هذا هو. انا مدي واحد ثلاثه البطونات نشرحوا بهم داك الشيء، فهمتي، ديال العواب. هاد المربع هذا هو الروتر ديالك، هو الراوتر ديالك، اوكي. بلاتي نشوف واش عندي، بلاتي نشوف واش عندي بانش الدراري. وعندي البانش، اوكي، بلاتي نشوف. فوالا، اجي نشوف. اوكي، ها هو البانش ال20. دابا هذا هو الراوتر ديالك، هاو هذا هو الراوتر ديالك نتايا. دابا هذا الراوتر فاش كيبغي يتكونيكتا مع شي ويب سايت ولا مع شي حاجه، اش يدير؟ دابا راه في واحد النود، كاينه واحد النقطه كتسمى عقده، ولا نود، ولا سميها بوينتس، كيدوز بحال هكا. هو شنو كيدير بعدا؟ كيدوز عند واحد الشركه الاتصال ديالك، سميتها اتصالات ولا ميديتال وداكشي اللي بغيتي، اوكي، كيدوز داك الترافيك وكذا. من بعد كيدوز هنا فين كاين اللوكاليزيشن وداك الروينه ديالك، داكشي كامل، دوك الديتا ديالك. من بعد كيدوز مثلا لواحد السيرفر اللي هو جوجل ولا اللي بغيتي مثلا، ياك صافي، هذا هو. دابا انت ما داير لا في بي ان لا والو. دابا طور اش كيدير؟ طور الا خدم شي بطور مثلا، جيتي هنا خدم شي بطور، خدم شي بطور مثلا، شنو شي يدير طور فاش كتكونيكتا بيه؟ شنو كيفاش كتولي كتمشي ريكويست باش تجي لهنا؟ ما كتمشيش لهنا، لا، كتخرج البلان ديالك من الراوتر وكتمشي لواحد، النود هنايا، واحد اللوكيشن هنايا. وداك مثلا انت في المغرب كتمشي لفرنسا، ومن فرنسا اش كدير هادي؟ كتمشي لك لروسيا، ومن روسيا كتمشي لكندا، ومن كندا كتمشي مثلا للشينوا، وكترجع عاوتاني لهنا مثلا، اللي قلنا هنايا روسيا مثلا، وعاد كتمشي لهنايا. يعني فاش كدير شي اتاك انت هنايا على هاد السيت، هاكيتي وكيمشيو يشوفوا كيفاش يلقاوك، منين تلقاوها جايه؟ جايه من روسيا، ولكن انت راك هنا، وحتى الا بغاو يتراكيو ويرجعوا اللور، شنو تلقاو؟ تلقاوها جايه من هنا، وعاود تترجع عاوتاني، وصعيبة التراكية، صعيبة التراكية ترجع اللور، لايك صعيبة، فهمتي، ماشي امبوسيبل، ما صعيبة. كدوز بزاف د اللعيبة. ذيس از واي، ذيس از واي هي صعيبة، وذيس از واي اللي غيخدم بطار وغيجرب غيلقى داك الشيء ثقيل فيه شوية، فهمتي. وراه فيشر قالها هنا، قال لك راه تكون داك الشيء ثقيل، اوكي. دابا هذا هو البلان، احنا انتم دابا مفهوم هذا البلان، سير على الله. اللوكس على حساب اللوكس ديالك. مثلا عندك، نديرو حنايا اللوكس هنايا، خدم شي في شي اباتشي سيرفر شي حاجه مثلا. كنتي كتستي مثلا، نقولو حنايا كنتي كتستي اس كيو ال انجكشن، فهمتي، كنتي كتستي اس كيو ال هنا، اس كيو ال انجكشن. اللوك شنو غتلقى فيه؟ غتلقى فيه مثلا هاد الاي بي الفلانفينيه مع الدقيقه دخلات، مشات لهاد الاند بوينت هذا اللي هو بي اش بي كدا، يوزر بوينت كدا، وتستات هاد الكاركتر، تستات هادي، تستات هادي، كدا كدا. الاي بي مين جايه؟ جايه من روسيا. ومنين جاي يديرو؟ جاي من هنا، فهمتي، حيت هما دوك البلو تيمرز راه ما تيشدوكش غير من اللوغ، تيشدوك من بزاف د الحوايج. راك الا بعدا الا درتي غا اتاك ويب بحال هكا، كيحاولوا يشوفوا اللوغ، يشوفوا كيفاش دخلوا، كيحاولوا يديروا لك من بعد واحد الهوني بوت، كيفاش يخليوك ترجع للطاكي، سينوك ترجع للتارجت، وعادي يشدوك، عادي يبداو يديروا لك البلانات، فهمتي. حيت الا مشاو تبداو كيتراكيوك من، الا بداو كيتراكيوك من اللحظه اللي انت راك اكتيف فيها كتهاكي مخدم هذا الشيء، كيقدروا يوصلوا لك لهنايا.
ديري زواي وانت مكونيكتي يقدروا يوصلوك، يبداو دايرين ريفيرس باك للدي ان اس نيم غاديين 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 تيوصلوا ليك. وصعيبه خص بدم هاي سكايلد ولي ريسورس وكذا واللعيبات، ولكن ملي كتكون صافي ساليتي راه اخر حاجه وصلت لهم هي هذه، ما كيعرفوش. حيت ملي كيجيو تشوكو اجي منين جاي هذا الشيء، هذا الشيء جاي من هنا، منين جاي تيجي من تي كيوصل لواحد اللقطه انت كتوصل لهنايا، فهمتي؟ راه كاين واحد التور راه نسيت سميتها، ماشي ال تريس، هو ديما كتنسي سميتها تريس شي حاجه، اللي هي اللي كدير لك النوت الى الراوتر ديالك فاش كتصيفط واحد اللعيب. والله تنسيت سميتها، الا عقلتو عليها دابا نقول لكم عليها، مشات ليا من بالي. الا عرفتو كيفاش كتخدم البلان ديالها غتفهموا هذا البلان مزيان. واللوكس شنو فين كيقدروا يزيدوا يشدوك فاش كيس انفيستيغي؟ مثلا انت حطيتي واحد المالوير، مالوير درتي في شي بلان، هذه ماشين ولا شي بلان، درتي مالوير هنا مثلا، هذا شي دومين كونترولر ولا شي لعبه، درتي واحد المالوير هنا. دابا داك المالوير تيشدوه تيريفيرسيوه وتيشوفوا داك الكود واش ديجا لاقين شي حاجه بحاله، واش ديجا كاتب شي واحد بحاله. حيت باش نجيكم نيشان، راه كاينين شي تيمز ديال البلو تيم العشران ترى كيطيحوا الصط. شكون اللي كاتب هذا المالوير؟ من الكود كيفاش مكتوب، ملي تيكون شي واحد سينيور ديفلوبر، شي واحد هربان، كيولي الكود ديالو بحال شي بصمه عنده، كتولي عندك بحال البصمات في الكود، هادشي تولي معروف عشيري، فهمتي؟ بحال مثلا نعطيكم مثال، خونا ديال خونا ديال داك ماركس ديال الوانا كراي، داك اللي ستوب الوانا كراي، راه تشد، راه واخا ولا بطل كذا شدو داو للحبس. من بعد عاد تلقى واحد زعما فاجأ عليهم على الوانا كراي، كانوا كيفاش؟ قالوا له انت حصلتي، انت ديجا كتبتي واحد السوفتوير، اللي كتبتي واحد البيسز اوف كود، واحد السوفتوير اللي كان تيهاكي الكارتات البنك، كولابوريتي مع شي وحدين. روانو في الانفستيجيشنز اللي داروا، راه هي داك البلان ديال كيشوفوا الكود كيفاش مكتوب، ما كندوش على شي واحد اماتير يلاه شي كود كل مره تيكتب كود في شكل وكذا، لا شي واحد اللي فريمون تيكتب بيس اوف كود ديالو داكشي بالجود هابيت ونقي داكشي، ترى بالرب الا داكشي بالبصمات تيبان لك هاد الديفلوبر هو اللي معروف في هاد القنت باش يكتب بحال هكا. وعندهم بزاف ديال السوفتوير اللي ما حنا ما نعرفوهمش كياناليزيو هادشي بالاي اي وكذا. مي الا مشيتي تدرتي شي مالوير وكذا، تيشوفوا فين كيتكونيكتا اين دومين نيم. حنا نوصل واحد لعيبه غادي نشرحها لكم، اين دومين نيم كنتي درتي باش خدمتي، فوقاش هاكا فوقاش كذا، كيوصلوا لك. حيت فاش كيهاكي شي واحد شي حاجه اللي كبيره، يقدر ما يتشدش غدا ولا بعد غدا، ولكن يقدر يتشد من هنا 10 سنين، من هنا 12 عام، من هنا 20 عام، حيت الوقت، حيت كلشي كيبقى يبلبل. اه دازت 10 سنين عييتي كتقولها لصاحبتك، كتقولها لصاحبك، كتقولها كان ريكوردي علاش انا اللي حلكم في يوتيوب، فهمتوا الدراري؟ كتنسى ولا كتعاود دير شي حاجه ماشي هي هذيك. وانا نعطيكم بزاف د القصص بحال هكا، مي ما عليناش. دابا مفهوم هادشي على 20، ندوزو نكملو فيشر، ندوزو للفيشر، يلا. انا شوف، هو راه قال لك هنا بلا ما تخدم في بي ان، حيت الفي بي ان اغلبيتهم تيبيعوا الديتا للغفرنمنت، فهمتي؟ هذيك هضره اخرى هذيك، يعني شو كاش دير. ولكن تقدروا تقدروا الفي بي ان ديالكم، تقدروا تقدروا الفي بي ان ديالكم، تقدروا ديروا هاردوير عندكم ولا يبغوا تقادوه اوبن في بي ان وتقاد ديالك، راه ما كانش شي واحد يكتب عليه ولا شي نهار نقادون. انايا ما عنديش الوقت، راسبيري باي لعيبات نقاد البلانات، ديجا قديت هاد اللعيبات كنت كنبغي نشتون. عاد اوكي، شوف اغلبيه شوف اغلبيه ديال النوبس وكذا تيجي تبقى تيها كيما كيدير حتى شي حاجه، هادشي يدير دونك هادوك هضره اخرى. هو هذا عمرو ما تشد، حنا نكملوا عليه هادشي كامل، راه مازال ما عرفوه حتى شكون هو، كيقولوا انه بنت سمحنا انت، واحد هو اللي قالها. اينكس ديانا علاش كيتشدوا، علاش كيتشدوا من هنا 10 سنين، من هنا 20 عام؟ ما نشرح لكم، ناخذ واحد الوقيته شويه نشرح لكم كيفاش. دابا تخيل معايا، دابا تخيل معايا انا ولا في دو مثلا، انا وفي دو 20 كذا اللعيبات، درنا واحد تيم هاكينا مثلا واحد شي لعيبه، شي كامباني كبيره ولا شي حاجه، وخسرنا بزاف، خسرت بزاف د الفلوس فريمون. مالوير ديفلوبا انا دخلت من هاد البلاصه، درنا فريمون اللعيبات اوكي، ما تشديناش، فتحوا علينا تحقيق، التحقيق دازت عليه 10 سنين كذا، صافي في التالي شدوه ولا المهم صافي ما عرفوناش وكذا، وحنا خبرنا، ما عاودنا هاكينا، ما عاودنا بنا بداك النيك نيز، ما عاودنا خدمنا بدوك التولز، حرقنا كاع داكشي ديالنا، بدلنا البلدان، اصافي ما يعرفناش بنات. ولكن راه وي ار هيومنز الدراري، حنا راه انسان، شنو كيقدر يوقع؟ نعطيكم من الناحيه الانسانيه ومن الناحيه التكنيك شنو هي. انا واحد النهار انا وفي دو دبزنا، ما بقاش عشيري وما بقاش داك اللعيبات، وواحد العشير كنعرفو كدا، وجا قال لي انت فين داك عشيرك في فيديو وكدا،
وشنو انا فمك ياكلني اصاحبي، بنادم ما فهمش من بعد يقول لك كذا، نقول له راه ماشي راجل هذاك. وكسالي اللي كان شي ساطع هي اللي سولتني عليه، ولا تقول له هذاك ماشي راجل، راه كانت وقعوا شي بلانات وشي حاجه، وتخيل شي مره نكون سكران ولا شي حاجه ونبقى كنعاود على شنو درنا وهذه، واحد مره وواحد مره، ولا شي مره بنادم ما دماغوش يبغي يفليكسي يا صاحبي، شي مره شي واحد كيجي كيفليكسي عليه وشي يبغي هو يدير فيك، كيقول له انت واش هاكر انت، وكيجي وكيقول له انت ما شتينيش انا شنو درت، وشي يبقى يبفلكس حتى كيجبد شي لعيبه. ياك عندك حوايج اخرين اللي غندويو عليهم عاوتاني، شنو هما هنا في شر؟ شنو غيقول لك؟ قال لك ما كيتكونيكتاش هو ديريكت بطور. دابا مثلا ما هو من سبب هو مكونيكتي في هاد النود هادي، دابا هو هنايا هادي قلنا برازيل ولا سميو اللي بغيتو اللي دايزين بزاف د النود، راه ماشي من هادشي صافي تكونيكتا بها كي اتاكي. لا لا، مثلا هو باغي لينكس ماشين يهاكي بيها، تي هاكي واحد السيرفر بهاد الاي بي هادي، تي هاكي واحد السيرفر عادي عادي ديال شي محلابه ديال اي لعبه، تي هاكي و تي بدا يهاكي بداك السيرفر، تي صيفط ريكويست من هاد السيرفر هذا اللي مهاكي، تي هاكي هاكي بهاد الماشين هادي الدومين نيم ولا شي، بغيتي هاكي واحد الدومين و تي هاكي بيه، فهمتي؟ فهمتي؟ ما عمرك غادي تعرف هاد البلانات هادو. دابا كي هاكي بهاد اللعيبه، ولكن دابا شو البلان شنو هو؟ كيفاش يقدر يتشد بنادم؟ تخيل معايا هو مهاكي واحد السيرفر، واحد الفي بي اس ولا شي لعبه مهاكي هادي شي شركه، وتي هاكي بيها، وفاش هاكا بيها مثلا دوك الناس ديال البلو تيم ولا اللي كي انفيستيغيو باش يلقاوه، طاحوا على ان هاد الفي بي اس هو باش خونا كي هاك، باش خونا دار العمليه ديال الهاكينغ ديالو، صافي عرفوا هاد البلان، عندهم هاد الانديس هذا. صافي داز الوقت، خونا فيشر واحد النهار ما عرفتش احتاج ان شي في بي اس ولا شي لعيبه، احتاج شي تخربيقه وكذا، وقال اجي نخدم بهاد الفي بي اس دغيا دغيا، ها هو رجع لهاد الفي بي اس هذا بالغلط باي اكسيدنت، نسى ما عرفتش لعيبه، عاود حس عملوا في شي هاك اخر، هنا تي تي تيحط شي قبطه تيقول له ها ايوا انت خدمتي بواحد الحاجه عاوتاني رجعتي، لا تيكونوا داروا لها البلانات باش يشدوه، حيت بحال هاد العمليات ماشي كي سيكيوريزي هادشي اللي كيترابيو وكيديروا تيديروا لنا بزاف البلانات كي بانا كدا باش يمونيطوري ويخدموا لك بسميتو بالهوني بوتس، ما عرفتش شي واحد كيعرف الهوني بوتس ولا نشرحوهم، بزاف ديال البلانات فهمتوا كيفاش؟ شكون اللي ما عارفش الهوني بوتس على 20؟ ما عارفينش الهوني بوتس. اوكي انا انا دابا كنقول لكم هادشي. يس انا نقول لكم، انا نقول لكم تقدروا تصايبوه زوين اخويا. اوكي شوف شوف انت شوف باش 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 نكملوا بعدا، غير في غير في خونا باش نكملوا بعدا اللي بات فيشر، حيت يمشي يقدر يتساتور لي ديسك دور 44 دقيقه، باش نكملوا من بعد نزيدوا نشرحوا كاع اللي بات اللي عندكم اسئله عليهم. مي دابا انا نكمل لكم حيت وني بوطا باش تفهموا دابا البلان. دابا تقدروا تجربوا عندكم، راه كاين بزاف ديال الاوبن سورس ديال اللعيبه تقدروا تخدموا بهم وكذا. اوكي انكل جاك تا الغدا عادي، ما تكلوزيش البلان تا الغدا عاد، غدا عاد نزدناهم شويه. اوكي دابا الدراري شنو هو الهوني بوت؟ الهوني بوت هو المصيده بحالاش. دابا عندنا واحد السيرفر هنا، ها هو سيرفر فيه بزاف ديال البلانات، فيه اف تي بي ها هو اف، فيه اس اس اش، وفيه هنا مثلا اس ام بي، اس ام بي ها هو اس ام بي. دابا انت واحد خونا كتبغي تارغيتي هذاك، كتبغي تارغيتي هذا السيرفر هذا، في الحاله العاديه سيرفر عادي اش كدير؟ تخيل معايا مشيتي باغي مشيتي جبروت فورسي الاس اس اش، ولا مشيتي تحاول تكونيكتا فيه، مشيتي تحاول تكونيكتا في اف تي بي، مشيتي تكونيكتا وتدخل ولا ما خدملكش صافي. ولكن ملي كتكون كاينه هوني بوت هنا واحد المصيده ما انستالي، هاد الاس اس اش يكون فيك، هاد الاس اس اش واش يكون ما خدامش واش يكون تيقيدك انت، راك كيفاش كتحاول تكونيكتا بيه هنايا، راكي راك كتبقى كتجرب وراكي سي كيجمع عليك الداتا لوغس اللعيبات شنو كدير كذا، ولا شي كيخلي لك تدخل كيدخلك لواحد اللعيبه اللي ماشي هي السيرفر، ماشي لعيبه مصيده شادك فيها كيجمع عليك لي دوني الاس ام بي، حتى هو اي لعبه بحال هكا فهمتي، ها مصيده ها فيرتشوال ما كاينش هادشي. وتما فاش كيجمعوا بنادم بها كيقدروا يعرفوا لي زاتاكس منين كيجيوهم، واش من امريكان بزاف، واش من هنا بزاف، واش من هنا بزاف، يعني كاين بنادم كتلقى تي هاكي فشي حاجه في تلك طاحها هوني بوت، كانوا هاكي يجمعوا عليه الديطا ودوك اللعيبات، فهمتوا الهوني بوت شنو هو؟
وكاين بزاف ديال الاوبن سورس ديال هوني بوت تقدروا تخدموا بيهم بروجيكت، تقدروا بحال دابا بروجيكت زوين هذا ديال المدرسه اللي كيقرا سايبر سيكيورتي ولا شي عنده شي في هذا ديالو يخدم به ولا يدير شي حاجه يقدر يدير هوني بوت في شي سيرفر ديالو كذا. اوكي بحال كتلقى هوني بوت مثلا كتلقاه كيبقى كيبروت فورسي على اساس اش عمره غيخدم، ولا فاش كتكونكت في اساس اش ما كيدخلكش كيبقى كيتشارج ولا كيدير شي حاجه كتقول شنو هذا الشيء، وهذاك راه هوني بوت. فهمتوا البلان؟ اوكي نحيدو دابا علينا هذا الشيء، دابا نمشيو نشوف. قال لك اسيدي ما كيتكونكتاش هو من النود ديريكت، فاش كيتكونكت خصو يمشي هاكي شي حاجه اخرى باش يدوز بحال اش دومين نيم، كيمشي كيشري شي دومين نيم ولا كي هاكي ولا شي نحطو في يوتيوب سبيكسي. قال لك فور سي ان سي ادريسز اند فور دي ان اس تونل اور جرانتيد ايجريس اوكي ستيبل سيرفرز فور فور يوز اس سي ان سي سيرفرز تو ريسيف كونكت باك شيلز تو لانش اتاك اند فور ستور ذا لوتس. اوكي سي ان سيز ما عرفتش شنو هما، ما عرفتش شنو هما سي ان سيز ادريس، مي هنا كيخدم بحوايج اخرين اللي ماشي ديالو باش يستوري اللوتس. اللوتس هما الداتابيز اللي هاكي الديتات اللعيبات كذا، وباش وحيت فطور ما يمكنلكش يجيك ريفيرس باك. عا باش نشرح ليكم عاوتاني هاد البلان هذا هنا ما يمكنليش نرجع لديك اللعيبه ديال الطور، مي شنو هادي ما عرفتش كيفاش نقدر نمسح هاد الشيء كامل. كاين شي بلان دقه واحده نمسحو ما عرفتش الصراحه. نرجعو بزاف. اوكي ماشي ماشي مشكل. كيفاش البلان ديال بحال دابا فاش كتبدا انت والسيرفر ديالك مشى للنود الاولى فطور، مشى للنود الثانيه، مشى للنود الثالثه، ومشى للنود الرابعه، وعاد هكا السيرفر ياك انت درتي في هذا السيرفر ريفيرس شيل، امبوسيبل يجيك ريفيرس شيل هنا حيت عرفتي شحال د النوتس اين واحد غيجي تعطيه الاي بي ديالك هنا ما غيعرفوش لوست في هاد الرانجز هادو اللي كاينين هنايا. دونك خاصو يدير شي حاجه اللي غتجيب ليه ريفيرس شيل داكشي ديالو، داكشي علاش كيخدم هو بحوايج اخرين، داكشي علاش كيخدم، داكشي علاش كيهاكي واحد السيرفر اخر اللي غيوصلو فيه ريفيرس شيل. فهمتو كيدوخ البلان كامل. اوكي دابا قال لك اسيدي قال لك هاكد سيرفرز، ها هي غيديو على هاكد سيرفرز for use as pivots to hide the IP addresses of the stable services and for when I want to fast connection with pivoting. For example, to scan ports, scan dual internet, download database with SQL injections. مثلا اي بغي تيليشارجي شي داتابيز اللي فيها SQL injection اللي فريمون تكون هيوج تيخدم شي سيرفرز اللي مهاكي باش يحط فيه داكشي والكونيكسيون تدوز بالزربه، حيت فطور ثقيله الا بقى كيدير بوينت فطور ثقيل خصو شي سيرفر اللي مهاكي ويكون كيخدم بحال اللي عادي ويدوز به. فهمتوا؟ بحال هكا اسيدي قال لك هنا غندوي اي. اوكي هنا قال لك obviously you have to use an anonymous payments method like bitcoin if it's used carefully. قال لك فاش كتبغي تشري شي حاجه ولا تخلص شي لعيبه ام ا فاكين نوت تخلص بشي فلوس عادي always دوز بشي حاجه اللي كريبتو كرنسيز وغالبا بيتكوينز واثيريوم ولا شي حاجه، ولكن خدمها فهمتي if it's used carefully. اوكي attributions قالك سيدي in the new we often see attacks traced back to governments backed hacking groups APTs because they repeatedly use the same tools leave the same footprints and even use the same infrastructures domain email etc there is me because they can hack without legal blessing. شوف in the news we often see attacks traced or tracked back to governments backed hacking groups because they repeatedly use the same tools leave the same footprints and even use the same infrastructures domain email كذا they are negligent because they can hack with فوالا شنو قال لك هنايا. قال لك في الاخبار وكذا ديما كنلقاو ان شي وحدين كيتستراكاو وكذا اوكي من طريقه الاي بي تي اس جروب. علاش؟ حيت براسهم هما كيفاش كيعرفوا كيشدوا دوك الكوكان كيكونوا كيخدموا بنفس التولز وبنفس اللعيبات وكيخليو نفس الفوت برينت يعني نفس البصمات داكشي باش كيلقاوهم. فهمتي؟ وداكشي باش قال لك هناك they can hack without legal consequences يعني ما عندهم حتى شي مشكل في legal consequences. الكاسيدي I didn't want to make the police work any easier by relating my hack of hacking team with other hacks if done or with name I use in my day to day بس يبقى دي ما فهمتاش. قال لك I didn't want to make the policies work any easier by releasing my hack of hacking team with other hacks if done or with name I use in my day to day works as a black hat hacker so I use it new server and domain names registered with new هادشي. قال لك هو ما بغاش يخدم، ما بغاش يخلي داك البوليس تجيهم ايزي انهم يقبطوه ولا يتراكيوه على داك الهاك اللي دار ديال الهاكين تيم. قال لك داكشي على هو خدم بواحد سيرفيس جداد ودومين نيمز جدادين واحد نيو ايميل ديتيلز. قال لك بحالاش
دابا هو كان شي هاكي من قبل وكيدير اللعيبات، الكوين هاد المره ما بغاش هاكي بنفس السميه وبنفس داكشي ديالو في هذا، قلت بغا يدير شي حاجه جديده باش ما يخليش البوليس دغيا دغيا عاوتاني تعرف انه هو وكذا، فهمتوا؟ اللي كان دي بيد فور ويد نيو بيتكوين ادريس، او تل بيتكوين ادريس تخلص بيتكوين ادريس الجديده واللعيبات. قال لك also I only use it tools that are publicly available. قال لك خدم بالتولز اللي بابليك، هو كيهضرنا على الاوبن سورس غالبيه اللي فرت كاين تقدر تقراهم انت السورس كود ودير اي لعبه تكنولوجي حيد الصوت. فهمتوا بلان؟ قال لك اسيدي اور ثينك ذات اي روت، او لا ولا الحوايج اللي كتبهم هو الراسو فهمتي، اور ثينك ذات اي روت سبيسيفيكلي فور ذيس اتاك، ولا التولز اللي كتبهم الراسو سبيسيالي لهاد الاتاك هادي اللي هو غايدير، هو كتبهم غير لهذا الشيء. انت ويت ويت غادي ندير لك ميوت عشيري. قال لك اند اي تشانجد ماي واي اوف دوين سامثينغ تو نوت ليف اني يوز فوالا، هذه هي اللي بغيت نقول لكم قبيله ديال البصمه تاع العشرين، كيفاش كيفكر بنادم كيفاش كيدير. الا جيتو تشوفوني كيفاش كنسولفي البوكسز في هاك ذا بوكس ولا في تراي هاكيم ولا فين ما كنتشوفوني ولا فاش كنلوح في يوتيوب ولا السيب ولا شي عشير، غتقدروا بقوه اللي ديما كتشوفوه ولا كنتو كتعلموا مني ولا منه غتوليو بحالنا كديروا نفس الستايل. وحنا الا جيتو مثلا نتوما تلقاونا كنديروا نفس الصايب باش كنحلوا ستيبس وكذا، والاخطاء كنكونوا كنعاودوهم. خونا قال لك انا هاد المره بدلت شويه الشكل باش كنهاكي باش ما نبانش انا وباش ما نخليش الاغلاط اللي كنخلي اوكي، ولا الفوت برينت ماشي غير دوك البصمات اللي نخلي اوكي. الانفورميشن جيترين ولا الريكون، هنا غيديو على كيفاش يجمع لي زانفورماسيون على الطريقه ديال المعلومات اوكي. قال لك الفاكت ات كان بي tedious. This stage is very important since the larger the attack surface the easier it is to find a wall somewhere in it. قال لك اسيدي هذه هي لافاز الواعره والمهمه بزاف فاش كتكون كتهاكي شي حاجه، هي تجمع المعلومات على داك التارجت. قال لك كل ما كان داك التارجت كبير، كل ما كان سكوب كبير، كل ما كان داك الشيء كبير بزاف في الساب دومين بزاف في الابليكيشن، كل ما كاين لا شونس ولا كاين تشانس باش انك تلقى شي ثقبه في شي بلاصه تدخل منها. كل ما كان داك الشيء كبير كل ما مزيان، وكل ما كان صغير كل ما كان سيكيور. هنا غيقول لك تكنيكال انفورميشنز، قال لك سام تولز اند تكنيكس ار، هنا قال لك جوجل. قال لك بلاش الدراري نديرو شي استراحه بلاتي صاو نكملوا. قال لك اسيدي قال لك هنايا سام تولز اند تكنيكس، دابا يدوي على التكنيكس اللي يخدم في الجاترين. قال لك جوجل، قال لك lot of interesting things can be found with a full well chosen search queries. For example the identity of DPR. اللي ما عرفش شنو DPR بحال هنايا هو داير لك واحد رقم واحد غتلقاه هنايا اوكي. قال لك the bible of google hacking is the book google hacking for penetration testers. هو عطاك بوك هنايا ديال جوجل هاكين ديال الدوركينغز. you can find the short summary in spanish. وهنا تقدر تلقاو في الجوج واحد الملخص ديالو بالصبليونيه اوكي. يعني هنا كيدوي لكم على الجوجل هاكين ولا هو الدوركين ولا تخدموا بالدوركس اوكي. sub domain enumerations. قال لك often a company's main website is hosted by a third party and you will find the company's actual ip range thanks to subdomain like mxcompany.com or ns1company.com. also sometimes there are things that shouldn't be exposed in hidden subdomains. useful tool for discovery domain and subdomains are and catfish hadi the harvester and recon ng. هادو هما التول ديال السبدومينز اللي كينصح بهم هو اللي كيخدم بهم هو زوين تخدموا بهم. انا كنعرف هادو ذا هارفسترز اوكي. دابا انا يقول لكم عاوتاني على هوز لوك ابس اند ريفرس لوك ابس، تقدروا تخدموا بهم تمام معروف هادشي. قال لك وي ريفرس لوك اب يوزين ذا وول انفورميشن ذا ووز انفورميشن فروم ا دومين اور اي بي رانج اوف ا كومباني. يو كان فايند اذر domains and IP range. As far as I know there is no free way to reverse lookup inside from a Google hack okay. via della moscow هادي ما عرفتش شنو هذا البلان هذا. هنا داير دورك، هذا دورك اي جس، هذا دورك خدام به اوكي. هذا دورك باش تقدر ديرو باش تبدا هاد اللعبه ديال دي ان اس لوك اب اوكي. قال لك اسيدي بورت سكانين اند فينجر برينتينغ. ياك دابا شوف قال لك اسيدي انلايك ذا اذر تكنيكس ذيس talks to the company's server. هنا دابا ما غادويش مع الويب ولا غادوي مع السيرفر دايركتلي. I include this in this section because it's not an attack. It's just information gathering. The company IDS might generate an alert. The IDS هو بحال اللي قلتي هو الفايروال ولا اللعيبه اللي غادي تريجري انك كتحاول تستيهم. قال لك هذاك الاي دي اس يقدر يدير واحد الاليرت لدوك الشركه. But you don't have to worry since the world internet is being scanned constantly. قال لك ولكن ما عندك منه تخاف فاش كتكون كتسكاني السيرفر، حيت الانترنت دوك سيرفرز كل نهار كيتسكانوا ديما كاين واحد البوتس اوتو سكانرز كيخدموا. ديك الشركه صايب غير السيرفر وحطو بابليك غتلقى شي 2000 ريكويست وصلتك في النهار غير من البوتس ما عرفتيش حتى شكون فهمتي.
يعني هادي كتكون ديالك ما بيناش معاهم، ما كتعرفش شنو، فهمتي؟ لقى سيدي فور سكان كيخدم بان ماب، اتس بريسايز اند كان فينجر برينت ذا ماجوريتي اوف سيرفيسز ديسكفرد فور كومبانيز ويز فيري لارج اي بي رانج. زي ماب هذا كيخدم بزي ماب، زي ماب اي ثينك هي الان ماب ولكن بالجيو اي، وما الا ما بقيتش عاقل، ولا اور ماس، ماس كان كيخدم بماس كان، ما عرفتش هي اماس ولا شي حاجه اخرى، مي هادي ماس كان حتى هي. قال لك ارفاس، قال لك سيدي وات ويب حتى هي بليند اند فانت، ولا كان فينجر برينت ويب سايت، ولا تمشي كان قال لك هاد بليند الفنت، وقع بليند الفنت كتقدر تفينجر برينتي الويب سايت. اوكي اش لا توز بلانا توالي، انا عطيكم كل شيء بالارقام الدري، هاي ان ماب 6 اللعيبات، كل ما بدها هارفستر كل شيء عطى لكم. سوشيال انفورميشن، قال لك سيدي دابا فور سوشيال انجينيرين is useful to have information about the employees. قال لك سيدي خاص من المستحسن ومن المزيان يكون عندك معلومات على الناس اللي خدامين في دوك الشركة، الرولز ديالهم فاش كيخدموا، خونا غارديان، خونا كونطابل، خونا ديفلوبر، الكونتاكت انفورميشنز ديالهم، نمر التليفون، فين كيسكنوا، الايميلز ديالهم، الاوبريتنج سيستم باش كيخدموا، ويندوز، ماك او اس، لينكس، كدا، البراوزرز باش كيخدموا، اوبرا، جوجل كروم، سفاري، شنو ما بغيتي، البلوجينز باش خدامين، السوفت ويرز، وانت غادي. هادشي علاش غنعرفو من بعد علاش هادشي صالح. مثلا الا كنتي غتارجيتي واحد خونا في واحد الشركه اللي خدام بكروم، يعني راه الا كانت عندك انت شي سي في اف كروم ولا زيرو، يعني غتارجيتيه بكروم، ولا غتمشي تقلب الحاجه اللي كتقدر تخدم في كروم ماشي في سفاري ولا شي حاجه اخرى. اوكي قال لك سيدي جوجل هير از ويل اتس ذا موست يوزفل تول، جوجل هي اهم حاجه تقدر تخدم بيها، تقدر تقلب على دوك الناس في لينكدين في كذا في كذا وتجبد عليهم. قال لك ذا هارفستر اند ريكون انجي، اي اوريدي منشند ديم ان ذا بريفيوس سيكشن، بات دي هاف ا لوت اوف مور فانكشناليتيز، فيهم بزاف لعيبات واعرين، دي كان فايند ا لوت اوف انفورميشن كويكلي اند اوتوماتيكلي، ات وورث ريدين اول ذير دوكيومنتيشن. قال لك يعطيوك بزاف د المعلومات واعرين، ويستحقوا انك تشوف الدوكيومنتيشن ديالهم كامل. ها هو يدوي على لينكدين هنا هانتوما. قال لك a lot of information about the employees can be found here. قال لك انا في لينكدين كتلقى بزاف ديال المعلومات على الناس، وهذه فري. فاش دابا حنا خدام، فاش كتولي خدام بروفيسيونيل صات، فاش كتبغي تارجيتي شي واحد، لينكدين هو فين كيكتبوا الحقيقه ديالهم وتصورهم وكذا ديال الخدمه، كيبغيو يبيعوا راسهم ويبيعوا باش يخدموا، فهمتوا؟ جود. قال لك سيدي the company's recruiters are the most likely to accept your connection request. ها فهمتوا هذا البلان، دوك اللي كيقلبوا عليك باش يريكروتوك هما اللي يقدروا ياكسبتيو الكونيكشن ريكويست ديالك. مثلا بغيتي تساكي واحد الكومباني، بغيتي تدخل معاهم تشوف شكون هما وكذا، شكون اللي يقدر ياكسبتك في لينكدين؟ دوك الريكروترز، الناس اللي كيريكروتيو شي واحد يخدم، انت كدير راسك بحال اللي باغي تخدم، كتاجوتيهم كياكسبتيوك ايزي، ماشي بحال السي اي او ولا شي حاجه، فهمتوا؟ داتا بوان كوم بريفيسلي نون از جيكساو، دي هاف كونتاكت انفورميشن فور ميني امبلويز. وات از داتا بوان كوم؟ ليتس سي، اول مره غنشوفها، ولا جيكساو، ولا واش خدام هادشي؟ كاين شي حوايج يقدروا ميكونوش بقاو خدامين فيل يور بيزنس ود باقي خدام هادشي، لوكين فور داتا اللعيبات. اني واي مشكل هادشي، نمشيو نشوفو دابا نكمل. فايل ميتا داتا، اي دابا غادي على الميتا داتا ديال الفايلز. قال لك لوت اوف انفورميشن اباوت امبلويز اند يور سيستم كان بي فاوند ان ميتا داتا اوف فايل ذا كومباني هاز بابليشد، يوسفول تولز فور فايندين فايلز اون ذا كومباني ويب سايت اند اكستراكتين ذا ميتا داتا ار. كاينه ميتا جو فايل، عمري شفتها هادي، ما تكون واعره. وعندنا فوكا، ما دوالك شصات هنا على سميتها اكزيف تول ولا شي حاجه اللي كنخدموا بها العواب. اه هو دوالك على ميتا جو فايل، ودوالك على شي حاجه سميتها فوكا، يعني هادو شي حوايج زوينين، فهمتوني؟ علاش هاد الميتا داتا؟ غادي نشرحو شويه. مثلا لقيتي واحد الكومباني لايحه واحد البي دي اف فايل ديال شي حاجه داروها، شي ايفنت، شي حاجه، ولايحينها، تيليشارجيها وسير اناليزي الميتا داتا ديالها، غتلقى التاريخ فوقاش دارت، البلاصه فين تحطات، تلقى بزاف د انفورميشن، تبقى تعرف فين الشركه كاينه في بزاف د البلانات، وباش باش السوفتوير باش تجينيرا داكشي وانت غادي. قال لك سيدي انترين ذا نيتورك، دابا غادي ندخلو النيتورك. دي ار فيريس واي تو جيت ا فوت هولد، الفوت هولد هو الزطمه الاولى اللي غتضرب. قال لك كيفاش دابا يدير لنا كيفاش يدخل بنادم للنيتورك. قال لك سينس ذا ميثود اي يوز اجينست هاكينج تيم از ان كومن اند ا لوت اوف مور ورك ذان از يوز نيسيسري، ايل تالك ا ليتل اباوت ذا تو موست كومن ويز ويش اي ريكومند تراين فيرست. قال لك حيت الطريقه باش دخل هو النيتورك ديال الكومباني اللي سميتها هاكين تيم اللي هاكاهم هما، هي واحد الطريقه اللي ما معروفاش بزاف وكومبلكس صعيبه، ولكن في الاول غيهضرنا على جوج طرق اللي هما معروفين بزاف وسهل واللي تيكونوا ديما كاينين واللي كينصحك انك تخدم بيهم، هما الاولى عاد دوز الطريقه اللي غيقول من بعد. الاولى هي السوشيال انجينيرين. كيفاش السوشيال انجينيرين؟ سبيسيفيكلي سبير فيشين ياك از ريسبونسيبل فور ذا ماجوريتي اوف هاكس ذيس دايز
فور ان انتروداكشن ان سبانيش، الا بغيتي تشوف هادشي بالسبانيش تقرا عليه هو داير لك رقم واحد. فور مور انفورميشن ان انجلش تلقاها في جوج. ثيرد بارت تارجيتد اتاكس هي. فور فان ستوريز اباوت ذا سوشيال انجينير اكسبلويت اوف بار جينيريشن سي ثلاثة. I didn't want to try to spear phishing hacking team as their whole business is helping governments spear phishing their opponents. So they'd be much more likely to recognize and investigate a spear phishing attempt. صافي فوالا هنا قال لك spear phishing. شنو هو spear phishing ولا ولا الفيشين كامبينز؟ هو انك تخدم الفيشين. هما الناس اللي ما قاريينش دوك العواب العاديين تيقول لك سبام ولا شي حاجه، ولكن الفيشين is more sophisticated على داك الشيء السبام وكذا. هو انك دير واحد الفيشين اتاك اللي كتكون بروفيسيونيل، اللي كتحاول تهاكي بيها داك الكامباني. مثلا درتي الانفورميشن جيت رينج، جمعتي مثلا شي كتخدم في الريت تيم حد الان مازال تنخدموا به، مثلا لقيتي ان واحد السيده خدامه هي في سيرفيونس جينيرال، ما شنو كتسمى هذيك، خدامه تما في دوك اللعيبات وكذا، وهي اللي كتجاوب لي زابيل ولي زيميل ودوك اللعيبات. انت لقيتي الايميل ديالها، شنو غتمشي كدير؟ غتمشي دير شي اس ام تي بي ولا شي بلان اللي غادي يقدر دير به تفورجي واحد الايميل اللي بحال البوس ولا ديال شي شركه اللي كتيقوا فيها ولا شي حاجه، وغادي تصيفط لها واحد الميل. شنو فيه؟ فيه مثلا واحد 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 الاوف واحد مايكروسوفت اوفيس فايل اللي في اللي مانجيكتي فيه مثلا فولينا، اللي مخدم فيه الفولينا. فولينا هو داك الاكسبلويت اللي بانت جديده، ولا تخدم فيها ديك اللي كانت فيها هاد الماكروز قديمه، اللي عندك انت شي زيرو داي، عندك شي بلان، عندك انت شنو دير، ولا غير فيشين عادي لان ماشي تيليشارجي يكتبوا الداتا ديالهم في شي بلاصه، ديما غالبا تيكون مالوير اللي تيدخل وكذا، وكتصيفطها له وكتيليشارجي وكتخدم بيها. قال لك خونا ما خدمش بالسبير فيشين ضد هاد الضحاكين تيم. علاش؟ قال لك حيت الضحاكين تيم هما براسهم كيصيبوا اتاك، كيديروا اتاكس بالسبير فيشين فور الجوفرنمنت وكيبيعوا، دونك التيم ديالهم هربانين فهادشي، دونك تقدر تجيهم عادي ديتكتيو هادشي، داكشي علاش ما خدمش بيها. اوكي، هذه الطريقه الاولى سوشيال انجينيرين. الطريقه الثانيه هي باين اكسس، هي تشري الاكسس اللي غتخدم به. قال لك تانك تو هارد وركين راشنز، راشنز رباني اند دير اكسبلويت كيتس. قال لك هذوك الكيتس اللي تيكونوا عند الراشنز كتلقى شي كيت، واش كيت واش كاره مثلا، ما كندوش كاره حقيقيه زعما، كيت هو واحد المجموعه ديال التوز دي مجموعين. قال لك ترافيك سيلرز اند بوتس هيردرز، ماني كومبانيز اوريدي هاف كومبرومايزد كمبيوتر ان دير نتورك، الموست اول اوف ذا فورتشنز Yeah, 1500 with their huge networks have some boots already inside. However, Hacking Team is a very small company and most of its employees are InfoSec experts, so there was a low chance they'd already been compromised. اي دابا هادي واحد البلان. دابا انا كندخلو في الاجرام الحقيقي. دابا هنا فاش كتكون هاكر بلاك هات، دابا كاين جوج الانواع، فاش كتكون وايت هات ولا كتكون هاكر، هادي هي من الخدمات الوارين اللي فيهم ديما خاص يكون عندك شي صاحبك اللي كيعرف واحد صاحبك اللي كيعرف واحد صاحبك اللي كيعرف ديك الحاجه. ديما فاش كتجي دير شي حاجه كتقول عندي واحد صاحبي اللي كيعرف واحد صاحبي، اي نو سامون هو نو سامون، ديما كنقولوا هذا اللعيب. انا باغي ندير هذا البلان المالوير، انا ما تنعرفليش وعندي هذا البلان، اي نو سامون هو نو سامون اللي يقدر لنا هذا الغرض، وداك الشيء بيزنس بيزنس، فهمتي؟ 50-50 في الفلوس وغادي. وهنا خونا قال لك تشري الاكسيسز. كيفاش الاكسيسز؟ دابا الرواسه تيكونوا ديجا مديفلوبين البوت نيت والمالويرز، وعندهم نيتورك ديال البوت ستيم هاكين تقريبا نصات اغلبيه الشركات في العالم، يعني اي شركه كاينه عندهم شي بوت نيت اللي محشي في شي باسي من هادوك اللي عندهم تما وناعس محطوط، وكيبيعوهم كيساليوهم الكازينو ياس ديال السبيطارات ديال اي لعب. قال لك تقدر تشري اكسس، تشري من عند شي روسي ولا شي هذا شي ترافيكرز ترافيك سيلرز وكذا، تشري من عنده شي حاجه اللي يقدر تكون مقيوصه بها الشركه اللي انت مطارجيتي. قال لك ولكن دوماج ان هاد ضحاكين تيم هي واحد الكومباني اللي صغيره، يعني ما عندهمش بزاف ديال هادشي، فين يقول بزاف ديال الباسيات اللي واحد فيهم مثلا 700 باس على الاقل شي ثلاثه ولا راه مضروبين بشي حاجه ما يحيدلكش الطبيب، ولكن هادو صغارين. زائد قال لك اغلبيه الكامب ديال الناس اللي خدامين عندهم انفوسيك اكسبيرتس، مجهدين الناس ديال الاي تي ديال السايبر سيك، فهمتي؟ يعني ما صعيب ان زعما تلقى شي واحد ديجا تهاكا فيهم، فهمتي؟ مهاكي ولا كذا، دونك هادي ما غيديرهاش هو. انا غيدوي لك دابا على التكنيكال اكسبلويتيشن. قال لك اسيد افتر ذا جاما جروب هاك اي ديسكرايب ذا بروسيس فور سيشن فور فولنربيليتيز هاكين تيم هاد وان بابليك اي بي رانج. دابا هنا غير بدا دخلنا على اللعيبات ديال التكنيكال اكسبلويتيشن. قال لك اسيد من بعد هاد جاما جروب هاك ما عرفتش هو شنو العلاقه ديالو بيه، ولا غير كيتانسبير منو، ولا دارو، ولا ما عرفتش شي دوي عليه، من بعد نديرو عليه شي بلان فوقيته اخرى. قال لك اي ديسكرايب ذا بروسيس فور سيشن فور فولنربيليتيز، هو حاط لك ها هو، اجي نشوف واش باقي خدام. الا كان باقي خدام راه الحلاوه. ما خدامش ماشي مشكل، نقدروا نلقاوه في شي قنت اخر، مي ما عليناش. قال لك اسيدي
قال لك هنايا اها اوكي، قال لك هنا هاكين تيم هاد وان بابليك اي بي، قال لك الهاكين تيم عندهم كان عندهم وان بابليك اي بي رانج، اي بي واحد رانج ديال اي بي واحد لي بابليك اللي هو هذا، والديسكريبشن ديالو اتش تي بابليك سابنت. اوكي قال لك هاكين تيم هاد فيري ليتل اكسبوزيت تو دي انترنت، قال لك هاكين تيم كانوا قليل فين عندهم شي سيرفيسز لي اكسبوزيت في الانترنت في البابليك، كلشي كان عندهم برايفت. قال لك فور اكزامبل انلايك جاما جروب دير كاستمر سبورت سيد نيد كلاينت سيرتيفيكيت سو كونكت، وات دي هاد واز دير مين ويب سايت ات جوملا بلوج ان ويش جوم سكان ديدنت فايند انيثينج سيريوس، اي ام مايل سيرفر a couple routers, two VPN appliance, and a spam filtering appliance. Okay, so I had three options. Look for a zero day in Joomla. شو دابا شو الهربات تاعي. دابا هنا كيدوي على الجاما جروب يقول شنو كان عندهم، كانت عندهم واحد جوملة بلوغ هي اللي غادي يمشي منها، شنو كان في ديك الجوملة بلوغ، كان فيها بلان ديال السبام فلترز، كان فيها بلان ديال الفي بي ان ابلاينس، وكان لعيبه ديال الراوترز ياك. وقال لك الجوملة سكان خدم بجوملة سكان، الناس اللي كيعرفوها هي بحال دبليو بي سكان ولكن هي ديال جوملة. قال لك الجملة سكان ما طلعت ليه حتى شي لعيبه، قال لك شنو الحلول اللي ولاو عنده، عنده ثلاثه د الحلول، سواء يلقى شي زيرو داي في جمله، تخيل معايا يلقى زيرو داي في جمله، لوك فور زيرو داي ان بوست فيكس، يلقى شي زيرو داي ديجا كاينه، ولوك فور زيرو داي لا يلقى زيرو داي في بوست فيكس. بوست فيكس ما عرفتش شنو هي بوست فيكس، ليتس سيرش اباوت ات، عندها شي علاقه بجمله هاد بوست فيكس، زعما يلقى وات از is a distribution already in code operation system vendor في ديال السيرفر ديال الماي سيرفر. اوكي ديال يعني شنو يلقى، يلقى زيرو داي سوا في جمله سوا في بوست فيكس حيت هو اللي كانوا خدامين به هذوك المايلين هنا اللي قال هو، ولا لوك فور زيرو داي ان وان اوف دي امبيدد ديفايسز، ولا يلقى شي زيرو داي في دوك الديفايس اللي خدامين بهم ديال الراوترز. قال لك الزيرو داي ان امبيدد ديفايس سيمز لايك ذا ايزيست اوبشن، قال لك اه قال لك تلقى زيرو داي في شي امبيدد ديفايس هي اسهل حاجه. علاش؟ حيت تقدر تشري الديفايس وتشدو تحطو عندك وتريفيرسيه واللعيبات وتست عليه تلقى الزيرو داي، ماشي بحال الحوايج الاخرين. قال لك افتر تو ويكس اوف ورك ريف، هاو داكشي اللي قلت لكم، هاو جوج سيمانات هو كيدير ريفيرس انجينيرين، قال لك اي جوت ا ريموت روت اكسبلويت، تخيل معايا ولا لقى زيرو داي اللي فيها ريموت روت الساط، قلت روت يا صاحبي ار سي اي بروت دايركتلي بري هاي بريفيليج. اوكي قال لك سينس ذا فولنربيلتي ستيل هافنت بين باتشد اي وونت جيف مور ديتيلز بات فور مور انفورميشن اوف فايندين ذيس كايند اوف فولنربيلتي. ها الدراري الوالو عريه، قال لك حيت هاد الفولنربيلتي مازال ما تفيكسات حيت هو ما عمره غيقول عليها، ما يعطاش عليها الديتيلز، قال لك ولكن اللي بغى يتعلم ولا يعرف كيفاش كيقدروا يجبدوا هاد الفولنربيلتي بحال هذا هو عطاك سي 3 اند 4، سي 3 اند 4، شوفوا 3 و4 شنو حاطين فيه، بصح بيكونوا خدام هادشي. ضمن اللي ما تلشارجيناش شحال هادي ولا شي لعيب، I have no idea واش داكشي ما خدامش هادشي فاك ناري اصاحبي، ولكن نلقاو شي بلاصة مازال شي واحد مسطور هادشي كامل فور شور، حيت شي حاجة توارين هاد. نشوفو واي باك ماشين ولعيباش من بعد، مي شنو هاد الدوكس، ها هو حاط لكم هنايا انتم هاك نتورك ديفايس افكتد يور سيكيوريتي، ها هو شوف و ام ماي بحال شوف هادشي تشرح لك شنو هذا دي في ار هذا ولا شنو، يو فورغوت شنو هذا ام ار في كدا دياغرام كدا، المهم نشوفوا بلانات هادشي يشرح لكم كيفاش تقراو غير هادشي صافي تعرفوا بزاف ديال البلانات كيفاش تلقاو زيرو دايز في بزاف ديال اللعيبات وكدا، تي از ريلي جود شي تاع العشرة. ما عليناش نمشيو دابا شنو كنا كنقولوا، ها هي قال لك سيدي بي بريبير، دابا غيبدا كيوجد، دابا راه لقى اللعيبات، دابا لقى التقبه من يدخل لقى كدا، ولكن مازال ما دار الاتاك، ها كان كيريكوني وكدا، دابا يلاه غادي دابا علاش هو كيت علاش كي دابا علاش كتي كي بريباري، حيت كاينين الناس اللي مكلخين فاش كيجيو يهاكي وصافي كيلقاو الثقبه كيدخلوا كي هاكي، وفي التالي ما كتصدقش ولا كذا، ملي ما كتصدقش كيعاقوا بك كيشدوا داك الشيء، خونا الواعر ولا خوتنا الواعر اش كيديروا، كي بريباريو مزيان حيت غيضربوا ضربه واحده كيتيستيوها عندهم في اللوكال وفي ريموت وحد اخرين وكذا، عاد كيمشيو للتارجت الفري حتى كيشوفوا ان هذيك تصدق 100% عاد كيخدموا حيت عندهم فرصه واحده صافي باش كيضربوا كيكونوا مأكدين. هنا قال لك I did a lot of work and testing before using the exploit against Hacking Team. قال لك سيدي I wrote a backdoor firmware، صايب واحد الباكدور فيرموير، and compiled virus post exploitation tools for the embedded device. The backdoor server to protect the exploit. أيه قال لك سيدي دار واحد الباكدور باش يبروتيجي الاكسبلويت، يعني سيدي تشدات يقدر يولي عنده باكدور كيدخل منه. Using the exploit just once and then running through the backdoor makes it harder to identify and فوالا قال لك علاش، قال لك باش يخدم غير الاكسبلويت غير مره واحده ويبقى كيخدم غير بالباك دور، الحاجه اللي غتخليهم صعيبه يفيكسيوها، اما الا كنتي كتدخل من نفس الاكسبلويت من نفس الاند بوينت بزاف د المرات غيعاقبوه غيعرفوا منين جاي داكشي، مي دخلتي مره واحده وبديتي كخدام غير بالباك دور ما غيعرفوش.
فهمتي؟ هذا بلان واعر. قال لك the post exploitation tools that I prepared were عندك busy box for all the standard Unix utilities that the system didn't have, nmap عارفين شنو هي, responder.py the most useful tool for attacking Windows network when you have access to the internal network but no domain user. هي دي ما كنعرفهاش ولكن سميتها responder.py مزيانه, تقدر تخدم مزيانه الاد دايجس منين ندوي لك هنايا. قال لك بايثون تو اكزيكيوت responder, TCP dump for sniffing traffic, then sniff for sniffing passwords from plain text protocols like FTP for RP spoofing. I wanted to use EtherCAP written by Hacking Team. اه اوكي شوف الدري EtherCAP مصيبها Hacking Team on Allure and Naga but it was hard to compare it for the system. شكون اللي كيعرف شنو هي EtherCAP الدراري ولا BetterCAP مثلا؟ اه كدير فيها مندين ميدل اتاك ديال اي ار بي سبوف فوالا, وخدم هنا بسوكيت راه باين شنو هي سوك فور كومفورتابل شير ويذا بي تي واي, خدم بسوكيت هنا باش يجي ريفيرسيل اند يوزفول فور لور مور ان اتس وركينغ سويس ارمي. قال لك اتس يوزفول فور ا لوت مور اتس ان نتورك هي كوتو سويس نايف يا سي دي اكزامبل سيكشن. كوتو سويس راكم عارفين هو داك المميز اللي فيه كاع اللعيبات كاع التولز اللي كتحتاجو. خدم هنا بسكرين لايك ذا سكرين راكم عارفين شنو هي الدراري. قال لك هنا لايك ذا شيل ويز بي تي واي ات وازنت ريلي نيسيسري باي اي وانتد تو فيل ات هوم ان هاكين تيمز نتورك. شوف 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 شحال شوف شحال كيطراو عليه على العشرين. قال لك خدم بسكرين قال لك ولكن ما كانش نيسيسري. قال لك ولا هو بغي يحسب بحال اللي راه في داره وموت ياك فهمتي وكوكي هاك كيطراو عليهم اصاحبي. قال لك السوكس بروكسي سيرفر تو يوز ويز بروكسي تشين تو بي ايبل تو اكسس ذير لوكال نتورك فروم اني بروجرام. اييه TGCD for forwarding ports like for the SOC server through the firewall. فوالا هنا عطيكم كل شيء باش تقراو عليهم شنو هما اللعيبات كاملين. اوكي قال لك هنا شنو اخيب حاجه تقدر توقع. قال لك the worst thing that could happen would be for my backdoor or post exploitation tool to make the system unstable and cause an employee to investigate. هذه حاجه كتوقع بزاف د المرات, هي انك فاش كتدخل شي سيستم وكتراني شي اكسبلويت ديالك ولا كدير شي كيرنل اكسبلويت ولا شي حاجه بحال هكا وكديستابيليزي السيستم كيوقع شي جليتش ولا شي حاجه حتى كيحسبوك كيتوليو كينفيستيغيو وتيقلبوا. قال لك هادي اخيب حاجه تقدر توقع ليه. قال لك سو اي سبنت ا ويك تيستين ماي اكسبلويت باك دور اون بوست اكسبلويت تولز ان ذا نتورك اوف اذر فيلنربل كومبانيز بيفور انتن هاكين سي نتورك. قال لك سيدي هو يشد داكشي ديالو بدا كيتيستيه في كومبانيز واحد اخرين اللي مساكن عاديين ولا كذا ماشي بحال هاكين تيم باش يجرب واش هادشي ما كيديستابيليزا ما حتى شي حاجه تيكون هادشي خدام زبده عادي يمشي اتاك هادشي اللي باغي هو. هنا كاتب لك تفرج وسمع اشير واتش اند ليسن, تفرج وسمع. دابا هنا كيعطيك صافي تبقى تقول له هاكا شي حاجه انا غيوريك الحقيقه. قال لك نو انسايد دير انترنال نتورك دابا راه دخل هو النيتورك ديالهم. اي وانتد تو تيك ا لوك اراوند اند ثينك اباوت ماي نيكست ستيب. اي وانتد تو تيك ا لوك اراوند اند ثينك. قال لك بغى يضرب دويره يشوف شنو كاين لداخل ويفكر شنو الحاجه الجايه اللي غيدير شنو ستيب الجاي اللي غيدير. قال لك اي ستارت ريسبوندر دوت بي واي ان اناليسيس مود تيري 8 وليسن ويذوت سيندين بويزند ريسبونس اند ديد ا سلو سكان ويذ ان ماب. ذا ريسبوندر باد داش اي باش يبقى غير كيليسني بلا مي بويزني داك الترافيك ودار واحد الان ماب سلو مود. اوكي شنو لقى هنا؟ قال لك هنا كاين نو اس كيو ال داتابيس نو اس كيو ال اور رادر نون اوثنتيكيشن هاز بين ا هيوج جيفت تو ذا هاكر كوميونيتي جاست وين اي واز وريد ذات دي ار فاينلي باتشد ال ذا اوثنتيكيشن باي باس بوكس. قال لك هو كان خايف ان كاع دوك الباي باسز ديال ماي اس كيو ال كلهم تباتشاو وهو حاط لكم كاع الباي باسز هنا. نيو داتابيزز كام انتو سايل ذات لايك اوثنتيكيشن باي ديزاين ان ما فاوند نيو هاكين ثيمز انترنال. قال لك نو اس كيو ال لقاها كتخدم بلا اوثنتيكيشن. قال لك هو كان خايف يلقى عندهم شي ماي اس كيو ال واصلا كاع الفيكتور اتاكس ديال الباي باسين ديال اوثنتيكيشن كلهم تشدوا وكان خايف ان يلقاو يلقى كلشي تشد. قال لك الحمد لله انهم ولاو كيخدموا بالنيو داتابيزز اللي هما نو اس كيو ال اللي كتكون فيهم نو اوثنتيكيشن باي ديفولت. ها هو لقاها من بعد السكان شنو عطاه؟ قال لك لقى واحد قال لك اسيدي نيو هاكين تيمز لقى واحد الانترنال نتورك واحد اخر. اوكي ها هو لقى بعد انا واحد مونجو دي بي ها هي هذا مونجو دي بي ها هي عاوتاني
والفيرشنز واللي باش كاملين. قال لك دي وير ذا داتا بيز فور تيس انستنس اوف ار سي اس ذا اوديو دات ار سي اس ريكوردز انستورد ان مونجو دي بي وذ جريد اف اس اوكي ذا اوديو فولدر ان ذا تورنتس كام فروم ذيس دي وير سباين اون ذيم سيلف ويذوت مين انتو هما كانوا كي ريكورديو الفويسز الاوديوز ديالهم وداك التخربيق وتيسجلوهم وراك اللي حفظ التورنت وداك اللعيبات وكذا. شنو قال لك هنايا الاخرى ديال الضحك؟ قال لك خوتنا كانوا كيجسوا على راسهم بلا ما يعيقوا. هادي فيها ليرون هادي شي شي ترول هنا حيت مني هكاهم هو وخد داك الشيء داك الفويسز من الداتابيز ديالهم راه بحال اللي كان بحال اللي كانوا كيجسوا على راسهم بلا ما يعرفوا. بالنسبه لي هو خد دابا داك الشيء ديالهم ولا يجسس عليهم دابا فهمتوا. انا موريكم شوطان كذا اللعيبه ضرب بيتشير وانتم غاديين. قال لك سيدي كروسيد كيبلز I thought that it was fun to listen to recording and see webcams films and webcams images of hacking team developing their malwares. It wasn't very useful. قال لك سيدي كان كيستمتع انه يتفرج في الكاميرا في الفيديوز ديالهم كي ديفلوبيو المالوير كيسمعهم. قال لك هادشي ما كانش شي حاجه مهمه. قال لك دير انسكيور باك ابس وير ذا فيرنربل ذات اوبن دير رومز دير دورز اكوردين تو دير دوكيومنتيشن دير اي سي دي دير اي اس سي SI devices were supposed to be on a separate network, but in my phone find a flaw in their subnet. قال لك سيدي هذوك الباك ابس ديالهم بيزيكلي كان خصهم يكونوا انسكيور باك ابس زعما ميم سيكيورتي. دوك الباك ابس اللي ميم سيكيورتي كان خصهم يكونوا في شي نيتورك اللي سيبريشد على هذا ديالهم. قال لك انا ما لقيت واحد الصب نيتورك اللي هو هذا اللي فيه داك الشيء. احنا غادي نشوفو كي دار ليه. قال لك ماب سكان ريبورتس فور سيولوجي هاكين تيم بوان لوكال هادشي عندهم ويندوز كذا. ها هما ها هو لقى هاد اللعيبات هادو هاد التخربيق هذا ها هما عنده هنايا. قال لك هاد اي ار سي اس اي هذا نيتس اكن الموديول اند ات وولد بين ديفيكولت تو كومبايل ات فور ذا امبيدد سيستم اي فورورد ذا بورت سو ذات اي كولد ماونت ان فروم ا في بي اس هذا ريبورت فوروردين ليها وداز ليها. ها هي دي جي سي دي هما دوك التوز اللي كيوريكم على 20 او دا تي جي سي دي وداز لها داك البور ديالها. وانا كيشرح لكم كيفاش انا كيدير واحد تيري اما دو باش يخدم هاد تي سي دي ما عرفتش شنو كيدير بالضبط. هادو مع الكامات باش يخدم بيه في الفي بي اس. قال لك ناو هاد اللعيبه هادي فايندز ذا نيم ديال هاد التخربيق هادي بات هاز بروبليم ماونتين اتس بيكوز اتس ثينكس اتس اي بي كدا انستد ما قدرش يماونتيها حيت البلان كانت كتحسب ان في عوض ما دير لوكال اوت كندير هاد الاي بي هادي. قال لك the why I solved it was مشى للاي بي تيبل وقد هاد الروينه هادي رداك كتولي ديك تكتب ديستنيشن لهاد اللوكال هوست هادي. قال لك سيدي and now after شي سام تكنيكال ثينكس نقراو عليه نعرفوا هادي كيفاش كتخدم هادي. وانا كيوريك الكوماندز كاع اللي دار. قال لك the device file appeared we mined it صافي دابا داز ليه دارو في تي ام بي هو تيمشي ليه. قال لك سيدي and find backup of various virtual machines لقى الباكاب ديال بزاف ديال virtual machines. The exchange service seems like the most interesting. It was too big to download. قلت كان كبير بزاف باش يداونلود صعيب يتيليشارجي. But it was possible to mount it remotely to look for interesting files. قلت كان يقدر يماونتيه ريموتلي في شي سيرفر اخر باش يبدا كيقرا فيه. ها هو مونتاد في ام دي كا ديالو اللعيبات كذا هو كيمشي لذاك التخربيق كذا. الكاسيدي سودو اوفسيت از هاد اللعيبه فهاد اللعيبه باش يعطي هاد الادريس هادي. المهم التخربيق هادشي راه باين شنو هو كيديرو غير باش يماونتي داك اللعيبات ديالو. من بعد قالك وي فايند ذا هارد ديسك اوف ذا في ام اند ماونت ات لقى الهارد ديسك ديال الفي ام اللي هذيك في ام ديك اللي جاب وغادي يدخل ليه. اوكي دابا قال لك ام ان تي بارت 1 كانت فاينالي وي ان باكيت ذا راشن دول اند كان سي اول ذا فايلز فروم ذا اولد اكستشينج سيرفر ام ان تي. اوكي شنو حط هنايا هادي واحد ولكن فين كتبه واحد ما عقلتش فين كتبها دونك معنا ما نشوفوها فيها هنايا. اوكي قالك فروم باك اب سو دومين ادمين دابا من الباك اب من دوك الباك ابس اللي هما حاطين غادي يولي دومين ادمنستريتور. اوكي قالك وات انتريستد مي موست ان ذا باك اب واز سين اف ات هاد ا باسورد اور هاش ذات كولد بي يوزد تو اكسس ذا لايف سيرفر. اي يوزد PW دامب كاش دامب اند ال اس دامب اون ذا ريجستري هايفز ال اس دامب فاوند ذا باسورد تو بي اس ادمين سيرفرز. واو وصل دامبا الهاشز جرب يدمب الهاشز والباسوردز بهاد التوز اللي قال لنا هنايا باش يشوف واش يلقى شي باسورد شي لعبه هو يلقى ديال هاد بي اس ادمين هذا. اوكي اي يوز ذا بروكسي سين وذ ذا سوك سيرفر اون ذا امبيدد ديفايس اند اس ام بي كلاينتس تو تشيك ذا باسورد. ها هو تيستاه ويقول لك بوم خدمات ات وركد ذا باسورد فور بي اس ادمين واز ستيل فاليد اند ا لوكال ادمين
and a local admin. كان ولا local admin. I used my proxy and Metasploit PS exec PS dot to get meterpreters. خدم بميتاسبلويت باش ياخذ واحد meterpreter. Then I migrated to 64 bit process. Run load kiwi. أيه. Create widgets and got a branch of password including the domain admin. Voilà. مشى دام باللعيبات كذا خدم بكيوي باش كيوي I guess هي بحال ديال بحال شنو سميتها ديال ميمي كات زي قص بحال بلاند ميمي كات هنا طاح على جميع الباسورد تاعي لور جريد سيس ادمين شو خونا سيس ادمين شنو داير باسورد على 20 ليتس دي ياك بحال بحال ميمي كات زافيد ليتس دي قال لي تلبيت فور 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 شويه الباسورد نشوف شنو كيديروا فيهم تخيل معايا هادشي علاش الادي والادي براسو تيقدر يدوز بهادشي راه نفس الكونسيبت الادي هنا واي جيس هنا راه كانوا خدامين بادي هنا باسورد كدا وتخيل معايا الصاد شوف شوف باسورد كي دايرين سيكيور اللي تلبيت ولكن بحال هذا شوف اتش تي 2015 بلاك كدا اللعيبه تشوف فهمتي لوزر مرات لورينزو لورينزو واحد جوج ثلاثه كدا المهم اللعيبه المهم هادشي كاتب لك هنا قال لك اسيدي داونلودين دمي زعما انا غير تيليشارجي لي زيميل وهاد دابا تيليشارجي لي زيميل بحال شي واحد كيحكر هاد اللعيبه تيليشارجي الميز وكاين من اهم الحوايج اللي يقدر يدير هو تيليشارجي الميز حيت هادي شركه ديال كتخدم مع الكاستمرز يعني الايميلز وداكشي اللي فيها راه مهمين قال لك سيدي ود الدومين ادمين باسورد اي هاف اكسس تو ذا ايميل ذا هارت اوف ذا كومباني ها داكشي اللي قلت لكم ذا هارت اوف ذا كومباني حيت كيهضروا مع الايميلز هو يلقى مثلا تخيل معايا الملك ديال السعوديه داوي معاهم ولا الوزير ديال شي قطر ولا شي حاجه داوي معاهم باش يصايبوا له سوفتوير باش يهاكي به شي جورناليست ولا شي حاجه دونك راه يلقاو الايميلز ديالو هنايا ديال دوك الناس الكبار وكذا قال لك سينس ويز ايش ستيب اي تاك دير ا تشانس اوف بين ديتكتد اي ستارت داونلود ديال ايميلز بيفور كونتينيو تو اكسبلور فريش قال لك حيت انا عارف اي القضاء دابا يقدروا ديتكتوني ويشدوا عليا التخربيق هذا غادي نتيليشارجي الايميلز باش بعدا يبقاو عندي عاد نكمل قال لك باور شيل ميكس ايزي كيوريوسلي اي فاوند ا باج ويز باور شيلز ديت هاندلين اها افتر داونلودين ذا ايميلز ات توكس مي انذر كابل ويكس تو جيت اكسس تو ذا سورس كود اند ايفريثين ايلس سو اي ريتيرند every now and then to download the emails okay the server was italian with this in the format canada italian وكذا with new mailbox export request to download the new mails in this case all mails since June 5 okay the problem is it says the date is invalid if you try a day larger than 12 it's I imagine because it US the month comes first and you can't have month okay حيت كان الاختلاف ما بين يوروبيان ديال الطاليان وديال الامريكان كيكون عندهم هما الشهر هو الاول عاد النهار it seems like microsoft engineers only test their software with their own locate yeah كيخدموا غير بامريكان عالم دابا هنا غنبدا نرجع عاوتاني الفايلز now that it got domain admin I started to download files shares using my proxy and the tc option of smb client for example okay شي واحد الدري اللي حشي لعيبه ومسحها واقيله في الشاط ما تبنتي شي لعيبه بس دار شي بلان ولا غير يكونفيرمي لي ولا اللابتوب ديالي بنت فيه شي بلان ما نعرف اوكي كنا دي got on the domain admin start to download file share user my proxy and this option to smb كان فكت اوكي دابا انا غادي نبدا تيليشارجي دوك الفايلز دوك اللي باه هو دوك الطار فايلز هنايا ب اس ام بي قال لك سيدي واش كتخدموا ب في ام اس ديال في ام وير وانت ما فهمتش واش كيخدموا ب في ام اس ديال في ام وير او فيرتشوال بوكس لكن اذر بري لا اي دونت ثينك غير بحال غير بهادوك ماشي اذر بروفايدرز لا غير هادوك اوكي اي دونت اها فايل كذا نشوف شنو فين بقيت اوكي قال لك اي دونت ذا ادمنستريتور كذا اند فايل سيرفر فولدر ان ذا تورنت لايك ذات اوكي انتروداكشن تو هاكين ويندوز دومينز دابا هنا صافي هو دابا وراكم كيفاش هاك الشركه واللي بات صافي دابا غيعطيكم واحد الانتروداكشن على تهاكي الويندوز دومينز بيفور كونتينيوين ذا ستوري اوف ذا وين كو ما عرفتش شكون هتكون شنو هادشي ما عرفتش كي ولا شي دابا هادشي بالطليانيه ولا شي نتو واش كيسبهم ولا شي حاجه ما عرفتش شنو يقول حيت خونا وانا راك تما فقير حاقر داكشي بلا شي نشوفو شنو كتعني هاد اللعيبه هادي ما عرفتش شنو كتعني الصراحه ما عرفتش ما عليناش قال لك هما الهاكين تيم اي شود جيف سام جينيرال نوليدج فور هاكين ويندوز نيتورك قال لك قبل ما يدوز يوريكم يكمل لكم ستوري شنو غادي يدير
غادي نشرح لكم شويه ديال البيزكس ديال هاكين ويندوز نتورك. اوكي، قال لك سيدي لاترال موفمنتس. اوكي، يل جيف ا بريف ريفيو اوف ذا ديفرنت تكنيكس فور سبريدين ويذين ا ويندوز نتورك. The techniques for remote execution require the password for hashes or for a local admin on the target. By far, the most common way of obtaining the credentials is using mimikatz. هي في ويندوز، فاش كنكونوا في ويندوز الا بغينا ندمبيو دوك الهاشز ولا الباسوردز اللي كاينين كنخدموا بميكاز. Especially SQL SL logon passwords and secure LSA MSV. Okay, on the computer where you already have admin access. صافي شي كونت كاد ماكسس تقدر دمبيو هاد البلانات. وهذا الكيوي. The techniques for in place movements also require administrative privileges except for runas. Okay, the most important tools for pre-escalation are power up and bypass sauce. Okay, او ما تشي اعطاكم انا فاش تقراو عليهم شرحوا لي بس. Remote movements ps exec قال لك اسيدي the tried and true method for lateral movements on windows. You can use ps exec, win exec, metasploits ps exec psh, powershell empire, invoke ps exec, or the built-in windows command sc. For the metasploits module, powershell empire and phwinx, you just need the hash. Okay, not the passwords. حيت تقدر تدوز على الهاش بحال ديك باس الهاش اللي كاينه في ويندوز في NLTM. It's the most universal method. It works on any Windows computer with port 445 open. But it's also the least stealthy, okay? The least stealthy. ما شنو كاين بستيلثي؟ Even type at least service control manager. هي الوحيدة اللي تقدر ديتكت بيها. يا اوكي اوكي اوكي. اوكي سيرفيس كنترول ماجور ابير ان ايفنت لوج. اوكي تقدر ديتكت دغيا دغيا. In my experience, no one has ever noticed during a hack, but it helps the investigator piece together what the hacker did afterward. Yeah, okay. VMI. The most stealthy method, the VMI service is enabled on all Windows computers, but except for servers. The firewall blocks it by default. Didn't see your... Okay. اوكي الحين تاش دوك في ام اس دايرينهم باش يتيستيو مالوير ديالهم. اوكي يا كيخدموا بهم هما نيشان باش ما يافكتيولهمش بلانات الاخرين. The firewall blocks it by default. You can use Unix exec pump pipe. Here's a demonstration of Unix and كده. Okay, partial and partial recovery of the Windows built-in. كيس راك expect VMix just need the hash. Okay, كلهم من غير هاد VMix هادي كتحتاج غير الهاش. Okay, هنا راه عطيك بالارقام فين تقدر تشوف هاد demonstration. PS Remoting is disabled by default. And then I don't recommend enabling new protocols, but if the sysadmin has already enabled it, it's very convenient, especially if you use PowerShell for everything, and you should use PowerShell for almost everything. Yeah, it will change with PowerShell 5 and Windows 10, but for now PowerShell makes it easy to do everything in RAM. Avoid AVG and leave a smart foot. Yeah, good. Schedule task. You can execute remote program with at a scheduled task. It works in the same situation where you could use psexec, and it's also leave a well-known for you. بحال هذا سكيدول تاسك بحال اللي قلت لك كرونز في ويندوز. اوكي تقدروا تخدموا بهم. سيدي هنا غادي يهضر لك على الجي بي او. If all those protocols are disabled or blocked by the firewall, داكشي كاع اللي قال كان disabled هو واحد البلان جديد. Once your domain admin, you can use GPO to give users a login script, install and MSC execute a scheduled task. Or, like we see with the computer of Moro Romeo, one of Hacking Team sysadmin, use GPO to enable VME and open the firewall. تخدم بهاد اللعيبة هادي. وجبت السمية ديالو مورو روميو في شكل. تخيل دابا نكون انا تكون واحد من هادوك الهاكين تيم وكتقرا هادشي كيقول لكم عليكم هادشي يا دينك في شكل. In plus movements, okay. Token stealing. Once you have admin access on a computer, you can use the tokens of the other users to access resources in the domain. Two tools for doing this are Inconicto and the Mimikatz token. أيه تقدر تستيل التوكن باش دير واحد البري اوثنتيكيشن في جهات اخرين سيرفيسز اخرين. MS14, you can take advantage of validation back in Kerberos to generate domain admin tickets. فوالا تخدم بجولدن تيكت، تخدم باللعيبات ديال هادو تيكتس ديال كيربيروس. باس ذا هاش اللي قلنا قبيله زوينه. If you have a user hash but there is not logged in, you can use Scura PTH to get tickets for the user. تقدر تدوز ديريكت. Process injection. النيرات can inject itself into other process. For example, the migrate command in meterpreter and poppy
or the as inject command in partial empire. You can inject into the process that has the token you want. Voilà. Token impersonation, yeah. Runas. This is sometimes very useful since it doesn't require admin privilege. The command is partial window, but if you don't have as UI, you can use partial. Good. لا شي زوين. دابا غيدوز لكم البيرسيستنس، هادشي كله راه الاد دي تاب. قال لك اسيدي once you have access but واش VMs provider like virtual box can collect infos بحال كيفاش collect كده؟ ما فهمتش السؤال. اوكي بلاش نكملو نناقشو هذاك الشيء. Once you have access you want to keep it. فاش كتاخد اكسس كيخصك تخلي داك الاكسس. علاش؟ دابا تخيل خونا وصل الدومين كنترولر وكذا الدومين ادمين، ولكن شدو داكشي منين جا، ولا طفى البيسي ولا كذا، ولا غد لي منين يبغي يجي خصو يعاود ازيرو ولا لقى داكشي تشد. داكشي علاش كيدير البيرزيستنس، داكشي خصو يخلي شي راط ولا شي لعبه لداخل. دابا هضرنا على البيرزيستنس هنايا. Persistence is only a challenge for assholes like hacking team who targets activists and other individuals. To hack companies, persistence isn't needed since companies never sleep. I always use Deku to style persistence execution in RAM on a couple high uptime servers on the off chances that they are reboots of the same times. Yeah, حيت ما عمرهم كيريبوتيو. I have passwords and a golden ticket ديال كيربيروس as backup access. You can read more about the different techniques for persistence in Windows here. وعطيكم اللعيبات. But for companies, for hacking companies, it's not needed and it increases the risk of detection. Okay. دابا هنا غندخلو الانترنال ريكونيسنس، حيت الاخرى كنا درنا ريكونيسنس ديال برا. دابا هنا الانترنال. اوكي. The best tool these days for understanding Windows network is PowerView. PowerView زوينة بزاف صاحبي. It's worth reading everything written by its author. Yeah, it's especially بحال تابلاود هانت ولا اي بات. Especially and PowerShell itself, it's also quite powerful. As there are still many Windows 2000 و 2003 server without PowerShell. You also have to learn the old school. Voilà. It programs like NetView. Or the Windows built-in NetView. Other techniques that I like are downloading a list of file names with a domain admin account. You can download a list of all file names in the network with PowerView. تيوري كيفاش هنايا. Later you can read it at your leisure and choose which file to download. من بعد تقراهم عندك بلاتي عليك وتشوف شكون هو الفايل اللي انتريستين وتتلشارجيه. Reading mails. تقدر تقرا الميلز. As we've already seen, you can download emails with PowerShell and it has a lot of useful information. من بعد تقدر تقرا SharePoint. It's another place where many businesses store a lot of important information. It can also be downloaded with PowerShell. وهنا عاوتاني هنا الاكتيف دايركتوري. It has a lot of useful information about user and computers. Without being domain admin, you can already get a lot of info with PowerView and other tools. After getting domain admin, you should export all the add information with CSVDE and other tools. Okay. Spy on the employees. دابا خونا غيولي يجسس على الامبلويز الدراري. One of my favorite hobbies is hunting sysadmins. وي هانتي سيس ادمينز الدراري، سيستم ادمينستريتورز. Spying on Christian's posy. اي غادي سباي هاد كريستيان بوزي يجسس عليه. One of the hacking teams. هذا واحد سيستم ادمنستريتور في هذا هاكين تيم. Gave me access to Nagios server which gave me access to the Red Repo development network which the source code of RCS. ها كان كيتجسس على هاد بوزي هذا، وفاش كان كيتجسس عليه قدر من عنده ياخذ اكسس لهاد الناجيو هذا اللي هو اللي غيخليه يدخل الديفلوبمنت نيتورك اللي فيه السورس كود ديال هاد ار سي اس. من بعد يقدر ياناليزي السورس كود واي لعبه. With a simple combination of git keystrokes and git time screenshot from power exploits, do exfiltration from Nishang and GPO, you can spy on any employees on even the world domain. راه عطيكم حتى كيفاش تخدموا هادشي. فوالا دابا سيدي هانتين سيس ادمينز. دابا هو سبايهم، دابا الهانتينز ديالهم. Reading their documentations about their infrastructure, I saw that I was still missing access to something important. The rates will match no head. An isolated network with the source code of the RCS. You can isolate the fair code source. The sysadmin of a company always have access to everything. So I searched the computer of Moro Romeo and Christian Posey to see how the administrator had plan had. And to see if there were any other interesting system I should investigate. خونا صاحبي تيدور عندهم يا صاحبي.
It was simple to access their computers since they were part of the Windows domain where it already got domain access. More Romeo's computer didn't have any ports open, so I opened the port for VMI, واللي حلي port, and executed Meterpreter in addition to keylogging and screen scrapping with keystrokes, and the time screenshot. I used many Gutter modules from Metasploit, PS1 CDA, the Creedman PowerShell, and searched for interesting files. Upon seeing that POSI had a true crypt volume. I wait in كان عنده واحد volume encrypted شو سينو حتى ماونته. قال لك I waited until he mounted it and then copied off the files. خلاه حتى ماونته باش ما يبقاش يكون open ويجمع له داك الشيء كامل. Like many have made fun of Christian Posey weak passwords and of Christian Posey in general. He provided plenty of materials on Mad Libet. I included them in the leak as a false clue. And to lag at him, the reality is that Mimikas and Keyloggers view all password equally. واخونا بدا كيقول لهم لا هذوك ماشي ديالي وكذا ولكن نهضر عطاه القاصح. قال لك اسيدي بعد بريدج. اسيدي within Christian Posey's TrueCrypt volume, there was a text file with many passwords. One of those was for a fully automated Nexus server, which had access to the Silvio network in order to monitor it. It found the bridge I needed. دابا لقى البريدج منين يدوز لذاك الايزوليتد نيتورك اللي هو هذا التو اوتوميتد نيور سيرفر التو اللي كيخدم بها اخو منين يقدر يدوز لهذيك. اوكي قال لك سيدي it find the bridge I needed. The text file just had the password to the web interface, لقى فيه الباسورد, but there was a public code execution exploit. ها لقى كاين حتى واحد exploit لهاد اللعيبة هادي. It's an authenticated exploit, but it's required that at least one user has a session in it. ولكن هادي ما تقدرش تصلح ليه. For which I used the password from the text file. Reusing and retesting password. دابا غيحاول يعاود يستعمل الباسورد اللي لقى في بلانات اخرين, الريوز ديالهم. Reading the emails, it's seen Daniel Milan greeting access to Git repo. Ha! لقى واحد Git repo. I already had his Windows password thanks to Mimikas. I tried خدم نفس الباسورد ديال خونا هاد الباس ديالو في الجيت. أخدم. Then I tried sudo and أخدم ودار به sudo وخدم ليه. For the GitLab server and their Twitter account, تا هو خدم. I used the forgot my password function along with my access their email. فهذوك الحوايج الاخرين دار غير يسيت باسورد حيت هو عنده اكسس للايميلز وكذا وهو وصل الكونكلوجن. الكاسيدي that's all it takes to take down a company and stop their human rights abuse. That's the beauty of asymmetry of hacking. With 100 hours of work, one person can undo years of work by multi-million dollars company. قال لك اسيدي هذه الجماليه ديال الهاكين. قال لك من مئات الساعات ديال الخدمه انسان واحد يقدر يطيح الاف الاعوام ديال الخدمه وبزاف ديال الملايين ديال الدولار ديال شي كامباني. انسان هاكين جيفز ذا اندر دوغ ا تشانس تو فايت اند وين. قال لك الهاكين كيعطي القوه للاندر دوغ الكلب اللي معيان تشانس باش انه يفايتي ويربح. اوكي هاكين جايدز قال لك سيدي هاكين جايدز اوفن اند ويذ ا ديسكليمر ذيس انفورميشن از فور ايدوكيشنال بروبوز اونلي. انتم قراوا العشرة. Be an ethical hacker, don't attack systems you don't have permissions to. He'll say the same, but with a more rebellious concept of ethical hacking. Leaking documents, exporting memories from banks and working to secure the computers of ordinary people, it's ethical hacking. Ha. However, most people that call themselves ethical hackers just work to secure those who pay their avoir conceive fees. Who are often the most deserving. كيخلصهم مزيان اما ما كاينش واحد اللي تي بروتيجي الناس الضعفاء وكذا غير هكا. قال لك سيدي هاكين تيم ساو ديم سيلفز از ا بارت اوف ا لونج لاين اوف انسبايرد ايطاليان ديزاين. اي سي فاين زينسي هيز كومباني هيز كروني ان ذا بوليس كارابينيري ما فهمتش هذا البلان اند جوفرنمنت از بارت اوف ذا لونج تراديشن ان ايطاليان فاسيسيزم. He'd like to dedicate this guy to the victims of the raid of the Armando Diaz school. شكون هما هاد raid and Armando Diaz school شي بلان كان وقع في هادشي ما شنو هو هاد اخونا الطلياني باينه. And to all those who have had their blood spied by Italian faces. اوكي شي كان وقع شي بلان كدا شي حاجه ديال التيروريزم وشي بلان. اوكي هنا كونتاكت
To send me spear phishing attempts, dead threats in Italian, and to give me a 0 day or access inside banks, corporation, government, etc. شنو هادشي عطاك هو داكشي قولي انكريبت ايميل بليز تقدر تصيفط له هادشي في كدا انكريبت ايميلز وكدا وعطاكم من البلانات if not you who if not no when. المهم شتو هاد داير بلان تانكس نايس هيلب ذا لوت تانكس ليبر واش شفتو العسران ساعة ساعة وساعتين تقريبا حنا كنهضرو على خونا راه هادشي ما هادي حاجة وحدة من الحوايج ديال بارطاج راه كاين بلانات اخرين خونا مهاكيهم اي ويل انا غنشوف مع جاكي قد البلان ولكن لا ما نحلوش دابا اخي ما نحلوش دابا ينجك دوك حتى تيتسال حتى الغدا هنا شنو قال لك هنا هاو ما الدراري شوف داكشي كامل ديالو ها هو ديال الجاما بوينت اكس تاعو تاني انا غير هضر لكم على جايد كدا انتو داك كيفاش هكا دوك جاما وكدا من بعد نديرو عليهم شي بلان هادو داكشي كاع اللي دار كاملين فهمتي داكشي كامل كاين بزاف د البلانات هذا ما كان دابا في هذه القضية هذه.